addicted to the thrill. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind. Who's gonna run this town? Haters corny with this Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. Okay, ladies, now let's get information. 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 My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make that Texas Bama. Hot sauce in my bag. Swear. No matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight. Put your hands up to the sky. Flame so red like blood. Fire. Sullivan, how are you doing guys? Hey, how you doing? Jesse, how is it? Ça va? Hello, Sara Fikun. برنا جمالك. انت الحلوة. رشيد بيك. حبيبي. سبا؟ وي.
من بيروت مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاخر. مثل ما تعودتوا علينا كل الصيفيه كل نهار تنين على هوا الام تي في. شكرا لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا وين ما كنتم موجودين. في كتار عم يتابعونا بالخليج العربي، عم يتابعونا من امريكا، من استراليا، من البرازيل. ام تي في انترناشونال وين ما كان، تحيه كثير كبيره لكم. شكرا لديان سوليفان والتيم تبعي اللي عم بيكونوا موجودين معنا دائما خلال كل هول الحلقات. شكرا كمان لارتست ان موريا اللي انضموا لنا بالفاير شو. ايس كيفك؟ كله منيح؟ بما انه ما عندك ميكرو جاوبني بموسيقى. حلو. I like your style. Good one. سيرج كيفك؟ بما انه ما عندك ميكرو جاوبني بكيس. الليلة بحلقتنا حنستقبل موسيقي مبدع وصاحب إنجازات عديدة. جيما نوكيو معنا الليلة. أثبتت حالها كممثلة مهمة على المسرح وشاشة التلفزيون. ريتا حايك كمان معنا الليلة. جميلة وبارعة بتصميم المجوهرات. جيهان علامة موجودة معنا الليلة. هو المرجع لكتار قبل ما يقرروا يحضروا حيلا فيلم. أنيس ثابت رح يكون موجود كمان معنا. وصوتها مميز وهي معنا تنستمتع بصوتها ونتعرف عليها أكثر. باولا إبراهيم رح تكون موجودة معنا الليلة. من الآخر لليلة مع ليلى بن خليفة. مال عليك يا ليلى. بعدو تيبك باي ذا واي اللي جايبتيهم خلال كل هول الحلقه. يعني بنعمل شو بالصيفيه على البحر لانه ما بنلبسه غير محل. ايه اكيد، لانه على البحر في البس هيك، اذروايز يكون لبس ثاني. على فكره كل العالم بتحضرك كمان من تونس ومن كل المغرب العربي، كل عيلتي بتحكيني كل يوم. يا حياتي تحيه كثير كبيره لتونس، المغرب العربي، الجزائر. تحيه كثير كبيره لكم. كمان الليلة معنا ساري الخازن. ماشي حال؟ كل شيء ماشي. هوينات جديد، تيب جديد، بس دايما بتضلك بالجراي، ليه؟ فسر. 50 شيدز اوف جراي. هيك، وبيقولوا الواحد بس يكون كثير عنده الوان من جوا بجرب شوي خففها من برا. حلو كثير. شو قصدك؟ طلعنا هلا انا وليلى ما عندنا الوان من جوا، انا لابسه كل الالوان. لا العكس مش يعني مزبوط. يعني قلبكم يا ابيض يا اسود. لا لا العكس مش مزبوط. بس كمان انا بكسروان كلها بيحضروك بغصتك. تحية كثير كثير لكسروان، اهلا بكسروان، تحية كثير لكم. جيسي خوري كمان معنا الليلة، اهلا وسهلا فيك جيسي. لبتلك كثير القعدة ولبقلك البحر جيسي، اسم الله عليك. ميرسي كيف كل شيء؟ كثير منيح بوجودكم كلكم. تمام؟ بعقد. مين أكثر ضيف طلع عبالك تحدثي الليلة؟ اليوم بتعرف لأنه عندي فكرة سينما بألايف، عبالي أحكي مع أنيس وشوف من وين أجته هالفكرة، لأنه بتصور هو من الكثير قليل بلبنان يلي بيعلقوا على الموفيز. أكيد رح نتعرف على أنيس الحلقة. راشد بحصلي معنا الليلة. اهلا فيك. عليك كثير مستر حبيبي مقدمي. كيف كل شيء؟ كل شيء كثير منيح. انت مش بعيد ساكن هون على انا بشخه. ايه بس اللي حلو هلا حابه كثير فقش الموج مع السيتنج، يعني يا ريت كل الناس اللي عم تحضر قاعده معنا على السيت. اكيد يا ريت كانوا كلهم موجودين تشوفوا قديش الاجواء حلوه كثير، خاصه هون بهالمكان الرائع
بالكيمبينسكي سامرلاند باي فعلا يا ريت بتجوا وبتتفرجوا انه بتجوا يعني بدهم يشتروا شقه بشي 5 6 مليون حتى يقدروا يوصلوا بس استمتعوا بهالاجواء الحلوه او فيكم تزوروا الاوتيل كمان بنفس الوقت. جورج حرب معنا الليله، اهلا وسهلا فيك جورج. حلوين العوينات. هلا بما انه انت محامي ايس كمان كان جد انه جورج ما بنحطه له بصير. انت جابره شيء؟ ما عندك مشكل؟ بحط شو ما بده. روح. ايس ايس بيبي. جورج كيفك؟ كيف كل شيء؟ تمام؟ كيف هالحلقات؟ بجننوا، كنا مشتاقين. بوجودك، بوجودك، بوجودك. And the one and only حبيبة قلبي رولا كعدي معنا ليلى. حياتي. تعال حبيبي. اهلا وسهلا فيك رولا كعدي معنا ليلى. نعم بما انه الاجواء فولي بوكو شي افيك موا سو سوار، اذا حدا عنده اي تعليق او جواب جاوبوا على تويتر. شو في ما في بيير؟ هلا بدي اسالك اياه. والله كله تمام. بيير بدي اسالك هيك كل حلقه عم تطلع عم تجرب تطلع بلوك هيك فيه شوية تويست. ميرسي لانه عم تجرب. بتجرب تغير. لا لانه بتعرف صعبة. عم تجرب. لا بدي لك شغله، اللبس عند الرجال ما في هالقد الواحد يقدر يتفلسف فيه، يعني يا شوميز يا تي شيرت يا بليزر. سوري. انت 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 برات المعادله كلها. سو هيك حابه اعرف شوي هاللوكات تنقيتك تويستاتك. لوكيت ان اي تي اي يعني بعد عندي شويه ذوق تنقي فيه. بدي اتشكر كثير جي اس لانه ملبسيني هن هالسيزون وكان عندهم هذا التشويس حتى اقدر نقي كل هول التيب. ان شاء الله يكونوا كمان بيعجبوكم، يعني ما بقدر ضارب عليكم كلكم لانه اسم الله عليكم كلكم احلى من بعض. خلينا دغري نبلش باول فقره لليله وهي بابليك فيجر. مؤلف موسيقي وعازف بيانو مميز، برز اسمه ولمعت موسيقته عالميا، عزف بأبرز المهرجانات من بيت الدين وبأهم المدن العالمية مثل لندن، سنغافورة، لوس أنجلوس، دبي وسيدني وأكيد كتار غيرها. السنة عم يحتفل بيوبيلو 25 لاحترافه الموسيقى. بصيرنا نستقبل بمن الآخر العازف البارع والسكسس ستوري جي مانوكيون. يعني الاهل والاصحاب. يعني نحن من الاصحاب ولا من الاهل؟ كل وكل مشاهدين الام تي في بتصور الليله صاروا بيعرفوا. وهيدي عائلتك الام تي في جيمانو كيان، اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ اليوبيل 25 السنه؟ ايه والله. ايه يوبيل 25 ان ذا بزنس لونج تايم. بزنس قد ايه عمرك؟ هلا 41. ايه وبس بلشت يعني از اوف بروفيشنالي وانا واز 16، بس بلشت از اوف من عمري 4 سنين، فبس professionally since 16. So انا الوقت بيقطع بسرعه كثير و I'm glad يعني. سموك موزار. موزار ايه. موزار الشرق 4 سنين. ايه. لا it's exciting و I'm happy لانه عم دق كثير، كل سنه بقول بدي دق اقل بس عم دق اكثر وهذيك السنه تقريبا 14,000 واحد حضرني بلبنان، هالسنه 22,000 واحد. So كل ما عم دق اكثر كل ما عم شوف عم بتطلع مصاري اكثر. لا بس 22,000 يعني لا بروح على مناطق جديده بشوف جمهوري يلي ربي معي وكبر معي. دائما بقول انا بلشت من عمري 16 سنه، جمهوري كان عمره 16 17 بالمدرسه وهيك وكلهم كبروا معي وصار عندهم اولاد وقصصهم هن قصصي وفرحهم هو فرحي ونجاحهم هو نجاحي. سو وي جرو اب توجذر، مشان هيك الجمهور كبر معي. عادة اليوبيل الفضي بيكون ختيار الواحد تيوصل له. انت ايه بكير مبلش له؟ ايه بلشنا بكير. بلشت 7 سنين كنت بالقصر الجمهوري عم تعزف؟ 6. كيف توصلت على القصر الجمهوري؟ كان وقتها يصير في بتعرف ايفنتس وهيك وايام الحرب كانت. ليك
بلبنان دائما بقول انا ام لاكي انه ربيت بلبنان. اول شيء دائما بقول انه بيقولوا لي ليه نقيت آلت البيانو، بقول لهم لانه البيانو ما كان بده بطاريه ولا كهرباء، فالعيشه بلبنان وقت الحرب بتصور انه واي ساعدتني اتعلق بهالآلة، ولانه ايام حرب كمان ما كنا كثير ننزل تحت ونلعب برات البيت، سو كل شيء كل سيركمستانسز هن ساعدوا انه اقدر اتعلق بهالآلة. يعني اليوم بشوف كثير صعب ولد يقدر يتعلق بشيء، يعني انا عندي اولاد وشوف قد ايه they are distracted ب تايكواندو تنس و بس جيجي البيانو كنت تعزف بيانو لانه ما بده ولا كهرباء ولا بده شيء ثاني، بس كمان طبت الباسكت ما بدها كهرباء لعبت باسكت كمان كنت احلم كمان تكون لاعب باسكت بول؟ ليه كنت احلم ايه اكيد كنت احلم، ما كنت لاعب كثير منيح ولا بس لعبت بالدرجه الاولى والي الشرف انه لعبت مع نادي الهومنتمن اللي هلا انا فيه وبهتم بفريق الباسكت، بس الباسكت بول دائما وبحب الباسكت قد ما بحب الموسيقى. بتعمل الهومنتمنت وعملت نقله نوعيه يعني اخر سنتين الحمد لله بال 2013 وقتها كان الفريق بالدرجه الثانيه، ما انا وجروب من العالم أكيد. رفضنا هذا الواقع انه الهومنتمنت نادي اليوم عمره 100 سنه، يعني بال 2018 نحن 100 year for the club، سو قررنا حطينا very strict program ودرجه درجه طلعنا. هذيك السنة عملنا المركز الثالث، هالسنة عملنا المركز الثاني، بتصور واضح كيف رايح البروجريشن، سو عم نجرب نربح. كيس كل فريق الهومنتمنت. تشيرز تشيرز. نحن بنقول جيتسي هومنتمنت. بنقول جيتسي هومنتمنت يعني عايش. جيتسي هومنتمنت، جيتسي هومنتمنت. جي كأنه لما كنت موسيقي كنا نشوفك از لبناني، من اللي اهتميت بالباسكت صاروا الأرمنيين متعاطفين معك أكثر وصرنا نشوفك أكثر كأرمني، بس هل اهتمامك من الباسكت نقص شوي للموسيقى ولا لا؟ حضرتك من تونس ما هيك؟ يس. بتونس ما كثير بحبونا بتصور، لأنه ربحنا على الإطوال مرتين ب نحن على إكسبريس بوكسين بنحب كل العالم. لا أيم شور، وأول شيء أنا بقول لكل الجمهور اللي عم بيحضرنا بالمغرب العربي انه من one of my targets انه قريبا كون بالمغرب العربي بتونس وبالمغرب وبالجزائر كمان عم دق. ليك انا طول عمري دائما انا لبناني اول قبل كل شيء، اول شيء ووطني الاول والاخير هو لبنان، راح يضل هيك، وكل اللبنانيه اللي من اصل ارمني عندهم ذات الحلم هو لبنان، ولبنان وطننا، لبنان وين ما خلقنا، ولبنان وين ما رح نموت بالنهايه، بس اكيد نفتخر بجذورنا مثل كل العالم اللي عندهم جذور. وقال لك انه صرت ارمني اكثر بالهومنتمن، مش مضبوط، انا اكتشفت لانه الاكيب صارت معروفه ارمنيه، لانه العالم تعرفني اكثر ليك جمهور الهومنتمن تغير، كان فريق الهومنتمن فريق كثير بيمثل منطقه معينه وكان عنده جمهور معين اللي هن كلهم من الاصل الارمني، اليوم نادي الهومنتمن صار عنده جمهور كثير كبير، واحد منهم لحقت وحكيت عن الموضوع وفاتت ليلى بهذا السؤال. انت محسوب علينا انا أصلاً. محسوب عليكم صرت هلا في انت محامل فريق يعني لا انا مرتي ارمني بتلوح بالارمنيه انا وعمي بي مرتي صديق وهذا فيري جود فريند وانتو هيك بتعدون يعني بتشوفوا كل واحد بيتجوز بتعيد انا لويح شطب دغري انا سؤالي صار من فتره هيك مثل باز ونتفت لغط اعلامي وشد حبال بموضوع الوزير افيديس جيدانيون بهيدا وقت حكي عن جذور الارمنيه ومحبته لارمينيا أكيد. وبين هلالين مع زميلي منى ابو حمزه وبين هلالين في كثير بلبنان ما عندهم جذور ابدا من ولا بلد اجنبي وعندهم انتماء لغير بلاد واضح وصريح 100%. بس فاقوا عليه وطلع انتقادات كثير عليه له. بدي اسالك شو رايك بهالشغله اللي صارت واذا صايره معك اصلا لانك ستار من اصل عربي. اول شيء بدي اقول لك معالي الوزير افيديس جيدانيان غير انه هو صديق كثير قريب لي، ما في وطني لبناني قده، وانا فيني اشهد على شيء لانه انا شاغل معه وبشوفه on a regular basis. بس في دائما هيدا الدلام يعني صعبه مش من مين بدك ترضي عن جد فعلا اللبنانيه وتحسسهم وقت تكون خاصه بموقع السلطه انه انا لكم وانا لبناني 100%. مزبوط. ومن ثاني ما بدك تزعل كمان الارمن لانه انت جاي من بيئه ومن طائفه غير. صدقني هو ولا اخر همه يزعل ام يبسط حدا، يعني معالي الوزير افيديس جيدانيان هو جاي يعمل شغله وعم بيعمل شغل جبار، يعني نحن عشنا كثير اوقات واشتغلنا كثير مع وزاره السياحه بكل السنين وكلهم يعني كثر خيرهم they did the best they can، بس
صدقني مع الوزير عم بيعمل شغل جبار، مش لانه من اصل ارمني وصديق لي، بس عم بقول لك انه انا عم براقب شو عم بيعمل شو عم بيشتغل، وباكد لك ما في، يا ريت كل اللبنانيه وطنيه مثل الوزير ولا تشوف قد ايه عم يشتغل بوزارته. بميدان الشغل انت عديد المواهب، يعني ميوزيشن، باسكتبول، بيزنس مان، صلح ساعات حسب ما بس لا بنرجع شوي على البزنس مان، يعني انه كمان بالديفلوبمنت والكونستراكشن يعني بالعمار، وخبرنا شوي على كيف عم تقدر شوي تجيب كل هالقصص سوا وتقربهم من بعض. دائما بنسال هذا السؤال، دائما عندي الجواب محضر، يعني لا مش محضر. لا انا دراستي انا درست الحقوق بالجامعه، وبنفس الوقت كنت عم بلعب باسكت بول وعم بعمل موسيقى، وكل هول ساعدوا بعض، لانه الحقوق علمني يكون ما اعرف جراي ارياس، يعني يكون عندي اسود ام ابيض. وبالموسيقى اذا منك هو الموسيقى ان جنرال بيكون بيضل حاله بيضل عايش ان جراي اريا، الموسيقى ما عنده، ام الفنان ما عنده هالبلاك اور وايت. مشان هيك انا بشغلي بالموسيقى اي واز ا بزنس مايندد ميوزيشن، وبالسبور اي واز ا بزنس مايندد سبورتس بيرسون. وبالعمارة اللي عم تقول عنه، أنا اللي بضيفه على شغل العائلة بالنهاية هو it's part of the family، وأنا عم جندي بهالجنود الكتار يلي بترأسهم أكيد البريزيدان بي لزوجتي. فأنا الانبوت تبعي هو artistic، دائما بقول إنه كل شيء بنعمله، آخر شيء عملناه بنيت الويف يلي ربحت هلا الأركيتايزر أورد، هي بمثابة الأوسكار تبع الأركيتكتشر، والام تي في حطوا لنا ريبورت كثير حلو بشكرهم عليه. صدقني بفتخر انا بهالاورد وبشو عم نعمل بالاشرفيه وببيروت، حتى بأربيل كنتوا عاملين هذا المشروع، مش معقول يعني. اكزاكتلي ميوزك بتعطي كمان مساحه كثير للاركيتكتس. يعني انا بدي كمان اقول شغله، يعني اليوم حتى ساري وقت يطلع بافكار مثلا بده يعدل على شقه معينه او على، بتركوا له المجال، لو بده يغير بهيدا الشيء بتعطوه مجال لكل واحد مبدع يعمل شيء، لانه بالنسبه لكم بالنهايه هيدا الشيء اتس غانا بي بيس اوف ارت. وانا بدي بس ساري مجنون لكم اياها، لانه افكار لك شغله architects like yourself have a great vision. يعني نحن we applaud ونحن من منشجع هالarchitecture. هذا ويلي عم تعملوا هالبيت يلي عم تعملوا ببيت بواحد من المشاهيرين عبد الخير، إن شاء الله قريبا منشوفه على التلفزيونات وبيربح الarchitecture award. لأنه it's something really outstanding. و I can't wait to see it finished. إن شاء الله تنزل بسرعة. خلينا نحكي عن الموسيقى شوي، لأنه أنت musician. أكيد. و 25 years بالmusic. أكيد. عم إذا بتسمح لي شبه شوي شغلك لفنان بارلل لك عالمي، تستعمل أنت مواد أدوات موسيقية مثل العود، مثل الناي، مثل القانون اللي هي ومع الفيولون والباند، بيذكرني بياني. لك شو رأيك إذا أنت بتشوف إنه is it true or not؟ It is true أكيد، لأنه ياني does instrumental music، وأنا my main music that I produce هي instrumental music. لك شغلي أنا بأول 2000 قررت وعيت هيك، وقررت تكون كتير صادق مع حالي، وقررت ما بقى جرب أعمل شيء لأرضي حدا. سو أنا لبناني عايش بلبنان، قررت أعمل موسيقى بتشبهني. يعني أنا لبناني من أصل أرمني، نورمال تكون موسيقتي فيها لبناني وشرقي ويكون فيها كمان جذور أرمنية، بس at the same time أنا بلبس جينز وبروح بسهر وبسمع فيرجن راديو وبحضر الام تي في وزعم من مرة على القليل. بتسمع انرجي كمان ونوستالجي، نحن عنا اثنين، انتوا عندكم بس واحدة وأغاني عنا ثلاثة، جبل لبنان عنا أربعة، شو بعد بدك؟ خلص ربحت. لا سو قررت اعمل موسيقى بتشبهني، سو تكون كلاب اورينتد، اقدر بالكلابز اقدر ارقص عليها، يكون لحنها وقصتها هي قصتي، قصه شعبي. ومشان هيك اليوم اذا بتسمع الشغل اللي عملته بمهرجانات بيروت الثقافيه، استعملت كثير الدودوغ اللي هي اله ارمنيه، استعملها كثير هانز زيمر، استعملها بباشن اوف ذا كرايست و ذا جلاديتور ذا موفي، وبستعمل العود، بستعمل الناي بكثافه بموسيقى. طب جيت تعاونت كمان مع كثير فنانين وموسيقيين كبار، يعني راودي بلاتسو تعاونت معه، 50 سنت تعاونت معه، جيبسي كينج تعاونت معه، يعني تو نيم فيو. بس هيدا التعاون الانترناشونال على صعيد عالمي، شو فادك؟ شو اغنيك؟ ولوين وصلك؟ لك ذا اكسبيرينس ذات يو جت، انت ما ذكرت اهم واحد اللي هو وايكليف جان.
كمان انا لي وايت لاف جون كان مدرسه يعني الطريقه اللي بيسجل على مهرجانات بيت مسك قديش شفنا فعلا قديش صار في صداقه وقديش عزفتوا سوا وقديش يعني فعلا فيها الكيمستري بيناتكم exactly. طب كيف ترجمتها اليوم هولي؟ اليوم اكيد كل يوم انت بتعيش كل يوم قصه جديده يعني كل يوم عم تتعلم شيء جديد كل يوم عم تستفيد بشيء جديد من هالمدرسه اللي اسمها الحياه بالنهايه دائما بيسالوني انه كيف بتلحن ايمتى بتعمل موسيقى بقول لهم انه بعيش نورمال اليوم هيدي الجمعه بتخليني لحن هيدا الحديث بخليني لحن as long as you are living a normal life وهون انا بشدد على normal life والfamily life حياه العائله انت عايش normal life انا تصدقني عايش very normal life اذا بتسال ساره بتخبرك not a hectic life يعني انت a very hectic life okay. انه انا اذا ما so it's a normal life بس not a healthy one بدي خبرك شغله بنص السيزون الباسكتبول راح منتخب لبنان يلعب بالوابا ببطوله بغرب اسيا قد ما زهقت وكان عندي 100 شغله اعملها بس قد ما زهقت رحت اشتريت جيتار بلشت اتعلم دق جيتار during this week يعني انا بحب شغل حالي كثير يعني I feel alive the more I work هيك بس انا I'm a family man 100% بدي اسالك سو عائلتي لإلي هي that motivates me وكل عمر عنده اسرته motivation وقتها تكوني بعمر ال 8 و 9 سنين بدك ترضي الاهل وقتها تصير عمري 13 و14 بدك البنات يطلع عليك مبكر انت بلشت انا على 9 بتصور بلشت اكزاكتلي من بعد ما صار عندي اولاد انا هيدا بدي اسالك قبل ما تكمل كل العالم بتعرفك بهيدا الكوتيل كوتيل ميوزيشن الباسكتبول البزنس مان وهيك بس كثير العالم البعاد ما بيعرفوا جيل باي جيل باي ديفوي كثير لاولاده صبيان وبنت الله يخلي لك اياه هون بدي اعرف منك جي هون كيف عم بيكون الكواليتي تايم بتقضيها مع الاولاد لانه بعرفك ضلك غايب وبتضلك مسافر ودائما عندك نشاطاتك الكواليتي تايم شو عم بتجرب تعلم اولادك وهلا صعب الحياه يعني هلا على ايامات هلا الاولاد غير ما نحن كيف تربينا وهيك بدي اعرف كيف شو عم تعلم اولادك شو اهم فالور عم تعطيهم اياها ليك اي لاف يور كويشن لانه دائما بضلني بحكي انا وزوجتي بنحكي بهالطريقه بضلني اسالها انه ار وي دوينج ذا رايت ثينج خاصه بقصه الهومنتمنت هم بالموسيقى ضلني وقت يصير عندك اولاد بقول لك كل هم اليوم صدقيني لا هي الشهره لا هي المصاري لا هي حتى الصحه كل همي هي الارث يلي بدي خليه لاولادي، كل همي انه اولادي يكونوا فخورين فيي، بسألها دائما لزوجتي، حضروا الماتش، ربحنا هذا الماتش، were they proud؟ في يكون انا مرتاح انه اليوم ودائما بقولها اذا عم نحكي عن الباسكتبول، اذا اليوم ما في جي مانوكيان كوني اكيده انه بعد كم سنه رح يطلع واحد اسمه جيو مانوكيان ام لوكا مانوكيان وكمان رح يرجعوا الهومات من يعملوه بطل. برافو. وذات الشيء بالموسيقى بضلني بسألها. لازم يكون من عائله مانوكيان مش بالضروره، لا انا عم مش هيك. هو عم يحكي عن اولاده هلا. مش هيك، بس عم اقول لك مع الاولاد قد ما فيي بجرب. طيب انت كمان حريص يكونوا ويحضروا كل كونسرت وبتعطيهم كمان كثير اهميه بالكونسرت وانا بقدر لك كثير هيدا الشيء يعني دائما بالكونسرت بتوجه لهم تحيه خليهم يطلعوا على المسرح بتخلي الكاميرا تروح لعندهم حلو كثير تعاونك مع 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 اولادك وحلو كثير هيدي العلاقه لما بتشارك كل العالم فيها هن كيف بينظروا لك؟ ليك بدي من خلال برنامجك وجه تحيه لكل اهل موجودين اليوم ونحن وي تيك ا بيت اور بارنتس فور جرانتد يعني منضلنا نقول وقتها تكون عم تكبر امك تقول لك تقبرني وقديه ما بتعرف قديه بحبك غير ما يصير عندك ولاد صدقني انت اليوم عندك مزبوط. وبتعرف انه الولد هو اهم شيء بالحياه يعني انه ما في شيء اهم منه ما في شيء كل شيء ببين حدا جاي مثلك ارتست وراح نشوفه في هذا المجال الموسيقي ولا لا لكن ما اي نيفر بوش ذم ما بجرب اتفشهم بشجعهم اكيد على الموسيقى بس انت بلشت من اللي عمرك 4 سنين سو إيه so ممكن نشوف الاطفال من اللي صغرهم يعني اثنيناتهم بحبوا الموسيقى اكيد وبلشوا يتعلموا بس اول فتره يعني ابن جيو وقتها كان عم بيتعلم بيانو رجعت لاحظت انه كان عم بي انه ساير اكثر ما يتعلم بيانو فوقفنا له البيانو اكزاكتلي وابني لوكا كمان يعني لوكا لو كان هون بكل هالجمال الموجود كان انبسط كثير يعني شبابي بتصور طالعين عليه بس مش من الموسيقى ضروري بدي اسالك سؤال وبنتي هي حياتي ليك عنده تفرق وقت خلقت بنته لجي قالوا له الصبيان اكيد بحبه بس البنت لا ديفرنت ستوري شي ديفرنت ستوري هي غنوجه خلي لك اياهم بدي بس نوجه لهم تحيه وتحيه اكيد لساره كمان بدي ارجع شوي على عالم الميوزك بانترفيو السابقين كنت على طول تقول بدي ادخل على الماركت الامريكاني سمعنا عن معقول يكون في لك ميوزك بهوليوود موفيز
على الماركت الامريكاني اللي عم تقولين مزبوط 2 years ago قدرت ادخل على لوس انجلوس ونسميها لوس ارمينيوس مليونير ارمني 2 مليون تقريبا فكان اول مره بدأ بلوس انجلوس والكونسرت كان كثير ناجح هذيك السنه رجعت رحت سولد اوت كونسرت وهلا كمان رايح اي هاف ا تور ببلش بفيلادلفيا وبنتقل اخر شيء بدأ حفلتين بلوس انجلوس وبرجع على لندن ب 23 اكتوبر فور شو ان لندن عن الموفيز كمان هلا من ورا يلي الشغل اللي عم نعمله مع مهرجانات بيروت الثقافيه يلي عن جد شغل بيطير العقل وهو كتير قريب على الموفيز وكمان بمساعدة أصحاب عندي هون بوجه لهم تحية كتير كبيرة ماريو جينو حداد عم بيقدروا يساعدوني لأقدر وصل موسيقتي لأقدر أعمل هوليوود موفيز وهلأ soon we have very important meetings مع very big studios good luck thank you good luck لكن مرة في حدا قال لي شغلة if you can dream it you can do it so هيدي للشباب اللبناني وزيت الشيء I'm sure you are living the same dream صح. and we are all living يعني persistence is the most important thing يعني تضلك أنت مصرة وتضل الإصرار المسابرة على شيء أنت مأمن فيه إذا بتأمني أنت بقدراتك ما في حدا يوقفك ما حدا في وقفك ألف ليلة وليلة ولا حدا رح يوقفك ليلة منهم خلينا نتابع سوا هذا الكونسرت يلي عامل برمة بكل لبنان وراح كمان على العالمية منتابع سوا جمال زرزور توزيع في إعادة توزيع وفي إنتاج ضخم كبير اليوم عندك شركة إنتاج وراك ولا أنت جي بتكون حريص حتى تنتج كل شيء لحالك وتعمل كل هذا السيت اب ما أنت بدك إياه لا أكيد وقتها للإسوانات أكيد في شركة إنتاج أنا بقيت تقريبا 12 سنة مع شركة EMI من بعدها انتقلت لشركة سوني ميوزك هذا يلي بيخص الميوزك يعني بس بالكونسرت لا اكيد نحن وي اي هاف ا جروب اوف بيبل نحن تقريبا 60 شخص بيشتغل على كل كونسرت من فيجوال ديزاينرز لساوند انجينيرز لميوزيشنز لمانجمنت وهون كمان بوجه تحيه للمايسترو الي عاليه اللي بيرافقني بكل حفلاتي والموسيقيه اللي صار لهم 20 سنه معي يعني انه برافو
عائلتي صاروا هي عائلة عائلة يعني بشوفهم وقت تجوا سوا وقت تسافروا سوا وقت تروحوا سوا كان عندك حفلات وبعد عندك بالصيفية ايه. كيف كان بروجرام الصيفية يعني كل سنة بقول لك كل سنة بقول إنه بخاف إنه إذا دقيت سنة كتير حفلات بخاف إنه تاني سنة العالم ما كتير رح تتحمس إنه تجي تحضرني بلاقي إنه لا لازم دق أكتر وأكتر بس هلا كيف ما كنا عم نحكي قبل إذا بدك كل تركيزي هلا على أمريكا على برات لبنان وأكيد كل سنة بقولها بس عم بأجلها سنة إنه التركيز كمان رح يكون شوي على ساوث إيست آسيا بال 2018 خاصة الصين وهونغ كونغ وين ما رح أعمل ماي ديبيو كونسرت يعني هوبفل بال 2018 أنا كل تركيزي حاليا هو على 60 ثانية بدي أطرح عليك عدد من الأسئلة بدي أشوف على كل سؤال كيف رح تقدر تجاوبنا عليه وعلى كم سؤال معقول تجاوب بصدق بكلمة واحدة اتفقنا؟ كرسك بالوش تفضل يلا اوكي 60 ثانية الريكورد لهلا تقريبا كان 20 سؤال ب 60 ثانية قد ما بتكون سريع قد ما مطرح عليك عدد من الأسئلة جاهز؟ ريدي 3 2 1 جيمانوك يوم من الآخر البيانو أو الباسكتبول؟ بيانو صباح الخير أو باري لويس؟ صباح الخير سوبرك أو سامبوسك؟ سوبرك لندن أو نيويورك؟ نيويورك قلم حبر أو رصاص؟ حبر بدلة أو جينز؟ بدلة 50 سنت أو جيبسي كينج؟ 50 سنت جدرة أو كبة بالصينية؟ اثنين وردة لوالدتك ولا لزوجتك؟ لاثنين آخر شي بتعمله قبل ما تطلع على المسرح؟ صلب إيدي على وجهي كولد بلاي أو يوتو؟ يوتو سينيت أو كليب؟ ولا واحد تجبر ولادك يعملوا سبور؟ أكيد تنصحهم يحترفوا موسيقى؟ لا صيف أو شتاء؟ شتاء شو يلي على طول موجود معك بالسيارة؟ تليفون شو يلي دايما موجود معك بصندوق السيارة؟ سوات بانتس وتي شيرت واسبادري مالح أو حلو؟ حلو بيت مسك ولا بخير؟ الاثنين الأشرفية ولا البحر؟ أشرفية خلصوا أسئلتي خلصوا 60 ثانية كمان من شوية 19 جواب برافو جي مانوكيو تفضل كنت صادق بكل الأجوبة كنت صادق فيهم كلهم كنت صادق بكل الأجوبة عجب 100% من الآخر بالاخر شو ليلو. بدي اقول انه موسيقي مبدع بيعي لا بيرفكت كله شيء تمام مع جماعيه بتجنن سو ثانك يو ثانك يو سو ماتش سالي الخازم من الاخر انا بعرف زوجتك فنيالها فيك ونيالك فيها ثانك يو ثانك يو جيسي عم تطلع على التي في اكثر مني زوجتي هلا سوبر ستار مشكله كبيره صار سوبر ستار جيسي بالاخر ان شاء الله ال 22000 بصيروا 100000 ومن نجاح لنجاح ان شاء الله كثير ثانك يو جيسي راشد بحصلي انت فخر للموسيقى للشعبين اللبناني والارمني وعقبال مش بس الفضي الذهبي والبلاتين والماسي ثانك يو كلك ذوق جيسي حلم على السريع مبروك كمان نسيناهم لصبايا الهومنتمن اللي عم يربحوا دايما اكيد اكيد بالتوفيق على مستوى النادي وعلى مستوى الشخصي بامريكا او بالصين ثانك يو انت جوزت ميليسا وصار همك صبايا الهومنتمن يلا قاعده من الاخر جيجو وي لاف يو بس ثانك يو احلى بوسه ثانك يو جيبك يا ثانك يو بدي أقول شغلة بركي المشاهدين ما بيعرفوها أنت إنسان كتير ناجح أنت إنسان كتير هومبل أنت إنسان فعلا صديق بس أحلى من هيك أنك من الأشخاص اللي بيفرحوا بينبسطوا بنجاح باقي الأشخاص بهنون بدقولون بينبسطولون فعلا من القلب وهذا الشيء منقدره كلنا أنت من الأشخاص اللي فعلا ما بدي اقول بس مرتاح مع حالك بس كل ما نبلش برنامج جديد كل ما اعمل شيء جديد بتقلي برافو بتعطيني النصايح وهذا الشيء انا بقدره كثير بتخيل ما في غير انسان الا ما يكون فعلا ناجح ومرتاح مع حاله تقدر يعمل هيدي الخطوه نحن بنفتخر فيك بيير انت يو دونت نيد يعني شهادتي بس وات يو دوينغ عن جد انه عم بتحط التي في بلبنان والبروجرامز عن جد اول اوف يو يعني بتصور عم نجرب ما حدا في يعمل شيء لحاله فعلا. بس تروح تحضر حتى كونسرت جيمان وكيان صدقني هذا اتس ورك اوف ا لوت اوف بيبل وزيت الشيء انت والام تي في وحبيب وكل الشباب والخاصه الموجودين هون من الاخر هو بركي سبع اشخاص على البلاتو بس فعلا في اكثر من 60 شخص so هون بالسمر لاند في اكثر من 200 شخص موجودين بالام تي في تحيه كثير كبيره يلا هابي سمر تشيز جايز
بريك اول ما تروح على محل دغري مع البريك متابعين حلقتنا لليله ريت تحيك رح تكون موجوده معنا بالبلاتو بالاضافه لفقرات عديده بريك كثير قصير خليكم عم تواصلوا معنا على فيسبوك تويتر انستغرام على الهاشتاج عم بين على الشاشه بريك وبنرجع اللي عم تكون موجودة معنا دايماً ودي جي روب معنا الليلة غيرت من إيس لروب فجأة أنتوا على الشمس بيروح واحد بيجي واحد تحية كتير كبيرة لك تحية كتير كبيرة للمشاهدين اللي متابعين معنا من قلب الكيمبينسكي سامرلاند باي وهلأ عايشين على كيفون دور بعد دور بتثبت انه ما بتشبه حدا هي الممثله الوحيده اللي ما بتوقف تفاجئنا على المسرح وكمان على التلفزيون وقريبا على السينما الكل مراهن انه زمنها الذهبي جاي قريبا رحبوا معي بريتا حايك Finally. Adem Shali. Yeah. Ça va? Hello. Rita Hayek, smalla, smalla, smalla. J'ai apprécié la tête. Je suis jamais le cœur. Merci. Un peu d'actualité, mais il me l'a bassiné. Les images hackées. Yalla. Parce que t'as fait une vie hackée. Parce que t'as fait une هلا صار في احكي هول التيب هذا الاوفرول نتالي كرام وستايلد باي ساره كيروز هن على طول بيلبسوني والليله هن اهتموا باللوك فروم اي تو زي يعني بس بعقد. انا ما بحيت بحكي بس اي هاف تو لانه عن جد اي فروم اي تو زي فروم اي ما في شيء ثاني اللي بيصير ما في شيء ما انا مش حطيتيه حتى رح لحظه انا عرفت عم صور على البول وكيمبينسكي وسمر قلت يا بجي بشورت يا بجي بشي زياده مع شورت طلعت معنا نحن شفناكي بلا شيء كمان بس الوحيده اللي ما بتلبسي شيء بس توجور افيك كلاس يعني ما ولا مره صرتي فولجير ولا مره ادائك ما عطى شيء قدام جمالك يعني كله مطابق بعض هذا احلى شيء بسمعه كثير بيعني لي انه يقولوا للناس هالحكي شكرا ليلى ميرسي هلا اول مره بتعلي كومبليمون من بنت تبع البنات من بعض مش دائما بيصيروا بعض مش اول مره مزوقه وعم تحكي من قلبها اكيد 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 انت حايك شو سرك؟ يعني كل ما نشوفك بدور بنقول هيدا احلى دور عملته ريتا حايك ترجع بتفاجئنا ايه عن جد يمكن لانه احنا بنحضر نتفاجئ لو اصدقاء يعني بنحضر بنبسط بنرجع بنتفاجئ بعتقد لانه كثير باخذ وقتي عم بحكي هلا مؤخرا قبل ما اقرر شو بدي اعمل لدرجه انه ما عندي مانع اقعد بالبيت ما اكون عم بشتغل اذا ما في بين ايدي نص بيقنعني واللي صار هيدا صار هلا اول هيدي السنه 2017 قعدت جانفيه فبراير مارس ابريل ماي ما عم بعمل شيء صورت بس فيلم سينما اسمه بيروت هولدم لميشيل كمون رح نحكي عنه اكيد يمكن أكيد بعدين بس بهالفتره كلها ما عملت شيء قررت اني بلش اعزف فيولون اتعلم اسبانيول سي والله صعب السي بس غير السي تعلمت اسباني ولا soy aprendiendo poquito a poco y hablo más o menos y por qué de dónde eres porque mi alma es una latina
ميالما سونا يعني روحها لاتينيه. روحك لاتينيه. بتعرفي هي اوفات في لانك بتبقي هيك فترات ما بتبيني وبتختفي على يمكن. سنه اوقات بفكروا العالم انه هل هي استراتيجيه انه بتنقي على الطبليه الاعمال مثل ما كنت عم تقولي ولا منا كثير اصحاب او منا من كليك كم مخرج ومنتج عندهم اجمالا الاضواء والبرايم تايم على فترات. هي اكثر انه ايه حبيت هالجمله بنقي على الطبليه بمعنى انه لانه كل مره بعمل شيء انا بفاجئ حالي فيه انا سيرباس ماي ليميتس بقول انا ما بقبل انه ما برضى الشيء اللي بعده اللي بدي اعمله يكون ما بيتحداني يكون عم بعمله لعبي وقتي او لحتى اكون عم بعبي حسابي بالبنك او وات ايفر يعني هول القصص بفضل انه ما اخون حالي يعني بقعد بالبيت بتعلم اشياء بستعملها بشغلي الثاني اللي بدي اعمله بس انه ما اعمل شيء مش مقتنع. من ابرز اعمالك رح نقدر شوي هالروبورتاج الصغير شو معنى لك كم دور لعبتي فيه ودغري من بعده بنتابع حديثنا. اوكي يا. اذا ضليتك ساكتي بطل الحق معك. بعدها بتحبها كثير. مش كرمال هيك اعصابي مهترين يعني ما اختبرت لحظة بريئة وقتها كان عمرك 12؟ لا بشي مكتبة؟ لا مع شي بسينة؟ لا ليلة السهرة نارية والمنافسات قوية ليلة ربع النهائي مع 8 من أفضل الراقصين بالعالم العربي أنا عم بحترق من جوا عم بموت بدي أحب ومني قادر أحب بدي أعيش ومني قادر أعيش بدك تحبي ومش قادرة تحبي؟ اليوم حبيتي لا؟ أنا قالوا لي عم تحبي وتكتري عطول بحب إيه إنه أنا عطول مغرومة شو عم تطلع على الشعر ولا على الإيدين؟ على كل شي فرجيني شوي عملي هيك شوي مفشي أنا شو تكير مفشي أنت ما بتأمني إنه يلي بيخطب بحط محبس؟ بدك أصدمك أكتر من هيك إنه أنا ما بأمن أصلاً بالخطبة وكل هالقضايا بس شو دغري رايحة تتزوجي؟ عن جد وين سمعت هيدا؟ هلا ما انا عزمت بس عرفت بايلول ما بعرف بدي اقول لك مين ماخذه ولا هلا انت بتقولي حلوه منك بدي اقول لي مين كمان قل لي تفضل لا بدي اسمع منك بدي اسمع شو عندك معلومات هلا لا اعرف قلبك عم بدق عطول قلبك وجعك شي مره خلص عارفه لو بدك توصل حكيم قلب يعني غير شيء كومبليتلي ها رحت عن شخص بمجال الطب اوكي هلا انا ما بدي احكي كثير بهذا الموضوع ما تعتلي هم انا بعد ناقص بس اسمه ما رح نقول انا كل اللي بيتعرف علي اصلا بيصير عنده مشاكل بالعالم بس انت جبت واحد يحكم حاله 100% نعم خلص انتهى الموضوع اوكي ناقص فبدي نحكي عن شيء ثاني ما بتحبي تحكي عن الببليك ما بحب احكي عن حياتي بعتقد لاني شوي انه بحياتي الشخصيه ما بتشكي مش انتروفيرتي اكثر ديسكريت ولما تصير الشغله ولما بدها تصير ساعتها بحكي فيها لان ما حدا بيعرف بكره شو بخبينا عن جد ما عم بتفلسف اكيد 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 جود لوك بكل شيء واكيد رح تكون احلى عروس ميرسي قصه انتروفيرتي شوي عم تقول انتروفيرتي بس هي الريبيوتيشن اكثر على جرأة اكستروفيرتي وجريئه از ات استراتيجي عم بحكي بحياتي الشخصيه شوي ديسكريت بس هن الاستراتيجي انه بشغلي الجريئه جو ديغي انه انا اللي بقدمه بشغلي هو الشيء اللي بيمثلني انا حتى بالحياه يلي شوي انا لاني ان هارموني مع كياني مع جسمي مع انا شو بحب بهالحياه بحب I like to put it out there لانه انه الناس تعرف انه المراه بهالمجتمع بهيدا البلد قادره انها تعمل يلي بدها اياه بلا ما حدا يحكم عليها وبلا ما تكون بس شقفه لحمه او سلعه لانه بعدنا عايشين بمجتمع في ناس بيصوروها هيك في ناس اكيد في كثير ناس بيصوروها اذا بدك خبرك شو سمعت حكي لما نزلت مسرحيه فينس يلي يمكن في كثير منكم هون حضروها بعرف انه راشد وجورج وربع حضروها يعني مع بديع ابو شقره مسرحيه نزل عليها بوستر في ناس صاروا يسبوا لي
هاول مرة بحكي فيها صاروا يقولوا لي كلام كتير بشاع. ناس شافوا بوستر نزل عليه اسامي مثل جابرييل يمين، مثل جاك مارون، مثل بديع ابو شقره، مثل ادابتيشن لديفيد ايفز اللي هي مسرحيه ما حتى كلفوا خاطرهم انه يعملوا ريسيرش ليشوفوا عن شو بيحكي. هذا في قله ثقافه كمان بس اللي ما شافوا ادائك قالوا الحكي بشاع هيدا. ليلى بدي اقول لك شغله، ادائك اكيد ما بيقولوا. بس شو اكثر شيء قالوا عنك وزعجك؟ بس قبل لأقول شغلة عن بارانتاز، لأنه لعبنا فينوس بباري، رحنا على الستيام على تياتر اسمه تياتر أديار لعبناها، كان ما كان في ولا أي تعليق على الموضوع. حتى لما خبرنا كيف كانت ردة الفعل بلبنان تفاجأوا، ضحكوا، استحيت أنه ضحكوا علينا، أنه علقنا على القشور واللب والأساس الإسانسيال ونا باسي أكوتي دو الإسانسيال. ما حدا بكلف خاطره انه غريب لانه بيقولوا اللبنانيه مور ادفانسد من ريتا. هذا الشيء جيم بيزل هيدا تعود ريتا، هذا الشيء خليك تلقطي قضيه المراه اكثر وتقاتلي فيها على الصعيد البروفيسيونيل تبعك، اكان حقوقها او نظره المجتمع لها. شو هو اكثر شيء عم سالني؟ لا كلنا صار معي صارت رده فعل نيجاتيف، صار معك صار عندك هالرده الفعل اكيد ضايقت كثير. ضايقت في يقول later on، يعني من بعد ما بلشنا نلعب المسرحية انقهرت كيف في ناس وهن اجوا قالوا لي نحن حكينا هيك هيك، ولما حضرنا بدنا نعتذر منك انه حكينا هيك هيك لانه حكمنا. بس يعني تنبسط وتزعل مش من عمد الشعب، يعني الناس كانوا قراب لعندك ولا في ناس في ناس صحفيه، في ناس فنانين، ما رح اقول اسامي هلا أكيد. بس كان في مثل ما بيقولوا بريجوجي قبل ما نشوف عن شو عم نحكي. وبدي اقول لكم شغله، انه انا فينوس غيرت لي حياتي. اول شيء ما كنت عم بعمل شيء غير فينوس، ما بقى كان عندي حياه، ما بقى كنت عم بنام لحتى انا اقدر اتخطى حالي، لانه الدور من اصعب الادوار اللي لعبتها بحياتي. بقول يمكن لحد اليوم ما رح العب هيك، يمكن العب شيء مختلف بس بعد ما رح العب هيك دور. جرأة اصعب تنعمل على خشبه المسرح ولا بالسينما او التلفزيون قدام عمل واكيب والكاميرات؟ انا بقول على خشبه المسرح لانك اون كونتاكت دايركت مع الناس، بتحس بنفسهم. كثير بخوف هالشيء، وبذات الوقت بعقد لانه انا مدمنه ادرينالين وانرجي، بتغذى من طاقه الجمهور. فلما احس انقطع نفسهم او عم يتنفسوا او دقات بحس فيهم، هو كله ما في يفسر، كثير بياثر على ادائي. بالسينما بتحسي بهالشيء وبتصدمينها عفوا مثل ما بتصدمي الجمهور على المسرح؟ هلا بالسينما الفرق بيير جديري انه بالسينما عم بتشوف تفاصيل ما بتشوفها على المسرح، يعني انا اذا عيوني عم بيلمعوا لمعه وحده بتبين على الشاشه الكبيره، على المسرح ما عم بيشوفوا هالتفاصيل الناس، بس عم بيحسوا بطاقتي. هيدا الفرق، بس زيت الصعوبه اذا مش بس الى اي ميدان بتحسي حالك اقرب، المسرح، السينما، تي في؟ لانه عملتي كثير اشياء. ايه عملت الثلاثه اكشلي. هلا برزنتر از ويل كمان. انا بقول يمكن ما بدي نقي بين الثلاثه، هيدا اكثر سؤال ما بحب جاوب عليه، لانه ما بحب انه الواحد يحطني بعلبه انه هيدي مثلا نجحت بالمسرح، ها ممثله مسرح او ممثله شاشة صغيرة. انت بتحسي البروجكت كلهم يعني بتختاري از بروجكت كثير كثير. البرهان انه فينوس عمل نجاح كاسح، لعبناه بفرنسا، صار عندي اجون بفرنسا من وراء هالمسرحيه، وعلى التلفزيون عملت النجاح اللي كمان كنت بتمنى اعمله مع زياد دويري. وهلا على السينما كمان مع زياد دويري، انه بكفي اول فيلم سينما لإلي هو مع مخرج مثل زياد دويري اللي كنت احلم اتعرف عليه. شو حلمك يعني تعملي كمان حلمي؟ شو الحلم الأكبر؟ أو بدي أقول لك شغلي، شو الدور يلي تعبالك بعد تعمليه وما عملتيه؟ هلا أول شيء بفكر فيه، ما بعرف ليه آخر فترة عم فكر بالموضوع، بركي أنا كثير عم بحضر سيريز هيك أكشن. أكشن بس الأكشن يلي بيشبه شوي تارانتينو، يلي بيشبه تقتيل وتقتيل وقتيل. حابة تعمليه هلا على البلاتويا ولا بعدين على السينما؟ يعني كل بيل كل بيل هيك شيء كل بيل. بس أنا جريئة، بس بدي أقول لك شغلة، بدك جرأة. الجرأة لها سلاح ذو حدين، الناس حكيت عنك كثير صحيح صح، بس ما بتعتقدي من وقت كعب عالي لهلا انفتح قدام منك نجاح صاروخي شبه صاروخي تقريبا، وصارت الناس كلياتها بتعرف مين ريتا حي؟ ايه، ومش صدفه هيدي، مش لانه انا مثل ما كان عم بيسالني قبل شوي ساري انه معقول يكون هيدا الشيء انت استراتيجي استعملتيها؟ في كثير ناس استعملوا استراتيجي لعبت ضدهم وحطمتهم دمرتهم. انا
جهدي وتعبي واحترامي لشغلي وسنين الشغل. يعني انا عمري 29 سنه، انا لي 11 سنه 12 سنه بالمهنه من اول سنه جامعه، انا دارسه بالبوزاغ، مسافره على لوس انجلوس عامله اكتينج كورسز، تعبانه على حالي يعني، وكل عمل بعمله بعطيه كل حالي، مشان هيك ما بعمل 60 عمل بالسنه. يعني بعتقد انه قطفت عم بقطف ثمر جهدي. هلا الخيارات اللي عم باخذها هن بتشبهني، مشان هيك بتلاقيها شوي يمكن جريئه بس ريلاتيف على المجتمع. دورك شو رح يكون على بالتحديد بذا انسلت لزياد ويري؟ انسلت فيلم زياد ويري اللي رح يكون بايلول بالصالات اللبنانيه. دوري صراحه دور اخر شيء بتوقع كنت بلعبه بحياتي، هي دور امراه يفهم اوفايه بس بذات الوقت هي امراه مستقله، ربت منزل وربت منزل ومستقله، واذا بدك داعمه السبورت تبع زوجها بالبيت انسنت. زوجك عادل كرم؟ عادل كرم بيكون عم يلعب دور زوجي والشغل معه كان اكثر من ممتع، ما في خبرك قد ايه صار في كيمياء بيناتنا. تحيه كثير كبيره عادل، اكيد تحيه كثير كبيره له، كثير كثير، لانه عن جد في كيمياء ما فيك تفسرها، اجت بقولوا هيك بعفويه حصلت. وست بيروت كان من الفلوم القليل اللبنانيه اللي بعدنا لليوم من اكثر افلام عملت ضجه بلبنان وبنحكي فيها، برايك ذا انسلت رح ياخذ زيت الرهشه او اكثر؟ حسب زياد دويري كمان تحيه له، بيقول انه ذا انسلت من اجمل الافلام يلي عملها، يعني بتامل انه اذا عقد وست بيروت ما بدي اكثر. شو حكوا اسمه بالعربي؟ القضية رقم 23 هو اسم الفيلم بالعربي. هالقد؟ قضية رقم 23 وراح يكون بأيلول مثل ما عرفنا بأيلول ب 14 أيلول راح يكون بالصالات اللبنانية. وإيه ريتا بدي أسألك سؤال، حكيت عن شخصيات اللي بتأديها أنها شخصيات كثير قوية وبتعيش الحالة لدرجة كثير بتعيشيها وصعبة أنك تظهري منها، اليوم قد إيه هين من بعد الخبرة ال 11 سنة أنه ريتا تظهر من هالحالات اللي إن كانت بكعب عالي ولا بفينس ولا حتى بكفا السيريز اللي كثير أثرت فيك كانوا حالات صعبين وعشتيهم للآخر، قد إيه اليوم هين تظهري من الحالات؟ إيه أثروا في بلحظتها رح أقول لك، ايه كفى فت بي ديبرشن من وراها وهيك، بس اطلع منها عم بتصير اهيل مع الوقت. بس يلي ما فيك تطلع منه انه هالسيريز او هالفيلم او شيء شو رح يزيد على حياتك، لانه انا كثير بامن كل شغله بتجي ما بتجي بالصدفه، بتجي لتعطيك شيء جديد او ليفوت حدا جديد على حياتك. سو انت بحاله تطور مستمر. ايه فكل عمل عملته اول شيء علمني اكثر عن حالي، بعدين فوت ناس جديده على حياتي هي قررت مسار حياتي لليوم، كثير بآمن بهالشيء انا. حلو. ريتا ايه؟ وقتها بتاخذي هالادوار الجريئه ايه ما هلا غير عن قبل، عم بحكي وقتها بلشتي بهالادوار كثير غير عن قبل ايه؟ اول مره اخذت الدور اول مره يعني ايه؟ اخذت الدور ما عطلتي هم اهلك؟ ابدا، لانه اهلك سبورت لإلك؟ كثير، هذا الموضوع كثير بأثر فيي، لان بعتبر اهلي من الناس اللي كثير قليل بهالحياه بهالمجتمع اللي نحن فيه يلي بيمسكولي بايدي وانا وعم بخوض، يعني عم بروح بهالادفنتشر او هالمغامره اللي انا فيها، هن حدي سبورت وحيالله ثاني حسوا اني بحاجه لشيء، اكثر ناس بيعطوني معنويات. يعني انا لما اقرا مثلا وقت فيدباك عاطل او ناس عم وقتها فينس شو صار، صرت اقول لحالي منيح بي ما عنده انستغرام لانه كان يمكن ارتكب جريمه قتل، لانه بعرف قد ايه من قلبه حاضني على كل خيار باخذه، وهذا موضوع كثير بأثر فيه. وانت بتاخذي كل خياراتك يا ما بتستشيري حدا؟ اكيد بستشير اهلي اول ناس بستشيرهم، بستشير ناس بحبهم بيشتغلوا ذات الشغل اللي انا بشتغلها وبوثق شوي بخياراتهم لانه بفرجوني على طول ناحيه انا ماني شايفتها. انا رح اطلب منك هلا ما تستشيري حدا، جاوبيني على اكبر عدد من الاسئله، عندك 60 ثانيه على الاقل. اشربي تعطيني اكثر اسئله صادقه اذا فيك، اذا بيساعد هيدا الشيء تعطيني الاجوبه عفوا الصادقه دوت وتفضل على كرسيك. ستين ثانية عدد من الأسئلة، بدنا نشوف كم سؤال رح تقدري تجاوبيني. جيمانوكيان جاوبني على 19 سؤال ب 60 ثانية، رح نشوف أنت الريكورد تبعك إذا رح تقطعي هذا الشيء ولا لا. جاهزة؟ يلا جاهزة. من الآخر ريتا حايك، زواج كنسي أو مدني؟ مدني. من الآخر وعي بكير أو مخرة؟ مخرة. ساينس ديسكفري ساينس أو طمنجيري؟ ديسكفري ساينس. عرق على المسرح أو بالماراثون؟ على المسرح. اعدام او سجن مؤبد؟ مؤبد. مين بدك يغني لك بعرسك، وائل كفوري او راغب علامه؟ وائل كفوري. من الاخر كارلوس عزار او بديع ابو شقره؟ اثنيناتهم. مازوشيه او ساديه؟
مزبشية. بغار عليك ولا بتغار عليه؟ اثنيناتهم. انت بتدفعي ولا هو بيدفع؟ انا. النوم على تخت واحد ولا على تختين؟ على تختين. شو فرق العمر بينك وبين حبيبك؟ 15 سنة. طارق سويد او كلوديا مارشاليون؟ كلوديا. طارق سوري اثنيناتهم. شو عم بقول؟ لانه لحظة عم بصور. جلي او تمسيح اسرع؟ شو؟ جلي او تمسيح؟ تجلي. العزف على الكمان ولا على البيانو؟ على الكمان. 15 سنة اكبر منك ولا اصغر منك؟ خلص بيير باس. 17 جواب فضلي. جود ون. جود ون تفضل. عملته عمره 14. لا هيدي اكثر لعبه بنبسط فيها بيير. هيدي الاسئله بتعطيك فيها ستريس. بتصير تعطيك كل المساجات انت لعبتيها مزبوط شربتها قبل ما تعدي على الكرسي. من الاخر ليلى بنت خليفه. من الاخر بقول لك ناطره عملك الجديد، فيلمك الجديد، واكيد رح يكون بمقام اعمالك السابقه وممكن احسن. شكرا. ميرسي ليلى. ميرسي. سارة الخازم من الاخر. البروفيسيوناليزم لوس انجلوس او بيروت؟ لوس انجلوس. واو كشغل. كعالم ليك ديبانز. زياد دويري اخذني على غير عالم وكثير ناس غيره يعني، بس هلا لان اول شيء خطر على بالي. جيسي خوري من الاخر. تقريبا على ساري في شيء مشروع هونيك؟ ليش لا، فينا من هون لهونيك نروح يعني، من هون للعالم. من لبنان. راشد بحسن من الاخر. يعني جرأة ولا غير جرأة؟ اسم الله عليكي بتنقي بتختاري النص وبتعرفي تختاري اللي بتمثلي معهم وتمثيلك اسم الله كثير موهوبه. ميرسي. جورج حرب. بدي اقول لها مبروك ان ادفانس وبكل توفيق يعني بالنسبه للفيلم ولبعدين. ميرسي جورج. ولك عده. ريتا انت من الاشخاص اللي كثير اثروا فيي بمهنتك عن جد، هيك كيف تحديتي حالك وكثير اخر همك وكيف هيك يور سو ليبرال. بهنيك على كل شيء. ميرسي رولاب. يعني ريتا هيك نحن بنعرف بعض من 14 مزبوط. سنه اشتغلنا مع بعض اول مره امام الكاميرا بروتانا كافيه على شاشه روتانا. صح. ومن وقتها انا بدي اقول لك شغله، فخور فعلا بكل خطوه عم تقومي فيها وبكل نجاح عم بتحققيه، مش هيك؟ بدي اقول لك برافو لكل شيء بتعمليه وجود لك لكل شيء عم تعمليه. عندك فيلم هلا دين، صار فيلم ثاني بيروت هولدم كمانه كمان مع ميشيل كمون. انا بقول للربيع الجاي يعني السنه الجاي. للربيع الجاي ان شاء الله. دائما بيكون كل فتره عندك ربيع ومزدهر دائما بنجاحاتك. مبروك سلف. ميرسي. انا مبسوطه فيك، مبسوطه فيكم كلكم. ميرسي. ثانك يو. ثانك يو. شكرا لك. بيك جيت بحلتنا. انتم اهم شيء ما تروحوا على محل، خليكم موجودين على شاشه الام تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا، اذا كنتوا عم تحضرونا على اللابتوب على التابلت او حتى على التلفزيون. بريك كثير قصير وبنرجع. شكرا لديانو سوليفان ومتابعين حلقتنا لليلة بمن الآخر وهلا عايشين سوا. ما اكتفيت بأنها تكون زوجة السوبر ستار بل قررت تكون سيدة أعمال ناجحة من 13 سنة بخط المجوهرات الخاص فيها. امرأة رائعة من راسها لكعب إجريها، ميزتها هدوءها ورصانتها. رحبوا معي بجيهان علامة. هاي اهلا وسهلا. شانا اول اسبوع تفضلي. هلو جيهان علامه، اهلا وسهلا فيك. هاي بيير. كيفك؟ كيفك؟ كله تمام؟ اليوم ونص ما شفتك اشتقت لك. لا بس عن جد بال يوم ونص في فقده. ايه طبعا اكيد. سوبر ستار كيفه؟ سبع راضي على اللوك؟ هو بيقرر كيف تطلعي بطلالاتك؟ لا هي ابروفد يعني، هو قبل ومش الحال.
بحب يتدخل شوي اليوم خالد ولا اي ثوره كمان بيتدخلوا كثير مش شوي ثانك يو كمان شو بيقولوا لك شو النصائح دغري يعني عندهم الرياكشن السريع بتعرف اوقات بنقذوك بكون لابسه شغله بقول لي مام بقوم انا هيك بتطلع بصير عم برجف انه انا هلا ظاهره مش عم بقول لك واو لا بتعرف بقول له مثلا اكثر شيء لوي عندي لوي شو في اللي لا مام بس هاي الكربينه شو قصتها تعرف الصبيان شوي بيستغربوا مودة البنات نحن سكربينتنا غريبين جان علي بتحس طريقة يلي كمان بيقولوا لك او بيعطوك رايهم هي بيصفوا مع بيون ولا لا كثير بصير فيها التناقض اندايركت ايه بتحس اني عم بيعطوها اوت اوف يعني بيون شو بحب شو بحب وتعودوا عينه ضيقة شو بحب شو شو بحب باطلالتك شو بحب الهيدا هلا هو بحب الاشياء الديسكريت يعني ما بحب كثير الاشياء الاوزي نعم بس انه منجرب الموضه بس صعبه يعني صعبه انه الموضه حلوه والواحد بده يمشي شوي هلا اوكي بياخذ منك كل شيء وشوي شوي من كل شيء وانا هيك بفضل يعني اصلا هي شخصيتي جان عم تحتفلي السنه بمرور 13 سنه على تاسيس خط خاص فيك السنه كنت موجوده بكان ومش أول سنة كنت موجودة كمان بمهرجان كان للسينما هاي تاني مرة؟ يا هاي تاني مرة غير الجرامي ميوزيك أورد والأوسكارز للفيلم طب وقت تكوني موجودة بفستيفال دوكان شو بتكون عم تعملي على المظبوط؟ أوكي نحن بنكون عارضين برايفتلي يعني للستارز والسليبرتيز بنكون داعيين كثير صحافة لابسين زيت الشيء اللي بستيفيو؟ يس صح نعم هيدي الموديل بفيديو كليب راغب سو كمان نحن يعني بنعمل على صعيد شوي هي برايفت مش بابليك الناس بيفكروا انه انا رايحه ان بابليك يعني انه عارضه وهيك لا ما بتكون هي هيك هي بتكون اكثر للميديا كفرج ميديا كفرج برايفت فيزيتس بتعملهم لكل شخص وبتلبسي كمان ال بنلبس الستارز اللي بيكونوا هن رايحين عندهم ايفنتس على ريد كاربت السنه مين لبستي؟ هلا غير كيت ميلر في كثير صراحه اسامي تعرفت عليها جديد شوي كانوا طاغيين الفرنساويه هالسنه بتحس الامريكانز كان عندهم غياب قوي وبالمجمل كان غياب البيك ستارز قليل جدا قليل جدا بكليبات راغب دائما دائما موجوده يعني دائما مشاوراتك موجودين بكليبات راغب عم تاخذي نسبه يعني هو بيدفع لي أدفعلي أدي هلأ أنا بقبل أنه حط بالفيديو تاعه بعمل له سعر بتسيري ولا كتر خيرك عن جد يا ريتك المرة بتليك طيب ما أنا بضوي له كمان الموديل ما بتكون كتير حلوة صح آخر موديل كتير بشع عن جد أنت بتنقي الموديل ولا هو لا أنا ولا هو في حدا بده أرض ديني خضر خضر أنا قلت إيه هو اللي بنقيه آخر مرة قلت له بعدين معك هيدي كتير حلوة شو منعمل بس كيف قال لي لا واللي جاي أحلى قلت له كلهم بتشين قدامي أكيد كلهم بتشين قدامي أنا بوثك هيدا الرأي ليلى كيف بتعيشي هالسيتويشن يعني راغب محبوب من كل النساء في العالم العربي وانت ما بتغاري شوي كيف بتعملي بتحرقسي شوي تاخدي مودلز حلوين كمان تيغار هو كمان ولا شو بتعملي هلا انا راغب ما فيك تحرقسي هذا مزحه قويه بصراحه تعودت انا لي كثير زمان مع راغب يعني بحس فيني اقول من انا وصغيره عن جد بلشت حياتي معه قد ايه كنتوا سوا بس ما تحسب انه على هلا بدك تبلش حتى تعمل ولا اعرف عمرك ولا اعرف عمرك بس خبرينا سوا غير شيء بعرفك قلنا هلا بلشنا 21 بس كان عمري 16 لما تزوجت يعني 21 زيد 9 ناقص العمر كله اسم الله معنا هيك في كثير ناس ثانك يو بدهم يسالوا عن العمر بصيروا يقولوا لي قد ايه لكم مجوزين قد ايه عمره راغب قد ايه طب ما خلص اسالوا قد ايه عمري يعني عادي جيهان سؤال هو عايشين سوا بس انا بدي اقلب انت يعني اسم الله حلوه كثير وهيدا يمكن حتى اندر ستيتمنت فيري تالنتد لانه شفنا شو عم تعملي وكل شيء طب تتخيل اوقات لو ما تعرفتي على راغب ولو ما تجوزتي شو كانت حياتك اليوم؟ يعني اكيد
فكرت فيها شي نهار؟ لا لا، انا وصغيري كنت دائما احس احساس غريب. قبل ما اتجوز كنت احس انه انا مش رح اتجوز حدا عادي، ما بعرف ليه، يعني هيك كنت دائما عندي. يعني البرنس رح يجي على البرنس على الحصان الابيض؟ لا مش لانك انت ما منك عادي وجمالك ما عادي، شو لازم برنس شارمون ما نو عادي؟ ثانك يو ايزي ثانك يو من ذوقك. نو ريلي ما بعرف ليه كنت حس هيك، وهيك عندي هالفكر بس ما كنت كثير احكيه، بس كنت حسه انه ما بعرف. في شيء مثلا كنت حبيتي تعمليه هلا مع مثلا تكوني ان اكترس او لا؟ لا ماني حدا بحبكم بالفن ابدا. واذا لو كان عندك معني كثير بمثل هالهوايه هيدي عجب out of experience. اوقات كثير بمثل على راغب ما فيك مش out of experience بس ما فيك مش بالفن. بس هلا فضحت حالي قدامه على التلفزيون. لا انت كيف عم تقولي منك بالفن؟ ما انت ارتست اساسا. اي قصدي الفن كعم بيسالني ممثله وهيك، بس اكيد بالفن كنت قدرت سالتك غير شيء يعني ميديكال ساينس، انه شيء في شيء باشن كنت حسيتي فيك تمشي فيها لو ممكن. هل الجولري ديزاين انت هيدا الشيء اللي كان بدك تعمليه، ولا هيدا الشيء اجى لانه كنت تحت الاضواء ولقيتي انه هيدا بيتناسب مع اذا بدك المركز اللي وصلتي له ولا الستايل تبعك؟ هلا انا بالاول دارسه انتيريور ديزاين، ماي تيتشر راشد عنجد ومصمم البيت رائع. اوكي هيدا بشهادته. هيدا بشهادته صراحه يعني. بس ان شاء الله لازم راشد يجي هيك يزورنا ويقول لي اياها. ماي بليجر. بقى وعملت جرافيك ديزاين. سو بعدين انا دعمتها اني درست تكنيكلي كيف ارسم الجولري. بس انت بينتر كمان قويه كثير. يعني مش بس سكالبتر، بتعملي سكالبتشرز على قياس صغير، بينتر لانه بتذكر البينتينجز تبعولي. يا بتذكرها لل بس السجاده الكبيره ثلاث امتار. بس هيك يو اكسبرس يور سيلف بهيدا النوع من الارت يعني. اللي كنت بدي اسالك اياه انه بتستوحي من اشياء بغير فنون تترسمي المجوهرات تبعك بشو يعني؟ كيف بيجوك الافكار من جهه، ومن جهه ثانيه من بعد اخر مره طلعتي معنا بمن الاخر لهلا شو صار تطور على صعيد الجوري بزنس؟ هلا اقول لك بالنسبه للافكار بقول لهم يا ريت لو هي مشكله ديزاين، عن جد عندي بحس فايد، عندي نهر من الكرييشنز. وانا حدا مش انه برسم، انا بخترع، بحب اخترع يعني. شايف لحالي جيان ولا بتعطي الدايركشن وفي عندك اكيب؟ هي الفكره لتطلعها لو حطيت اكيب 10 اشخاص يقعدوا يرسموا لك كثير صعبه الفكره. فيهم يرسموا يلي بدك، بس الفكره هي بتفرق على تكي، بس تطلع فكره غريبه كثير. يعني مثل ما عملت الكيوب، كيف طورت الكيوب لهلا بعده، البونبون كيف خلقت من البونبون الكاندي تاول الاولاد، الجولري لا فيري فيمينين للنسوان يقدروا يلبسوها وكلاسيك. الكيوب عملتيه للرجال ولا للنسوان؟ ايه بوث. جيهان شو سر الزواج الناجح؟ هل هو الحب؟ هل هو الكومباتيبيليتي بين الشخصين؟ هل هو الاحترام؟ او كثير اشياء بعد في كثير تراست تضحيات. شو سر زواج، شو سر نجاح زواجك من راغب؟ هو فنان اكيد، تمبتيشنز كثير كبيره، وانت كثير حلوه كمان اكيد. انت احلى كمان. ثانكس ميرسي جيهان. السر كل واحد بحرق الثاني ساعتك. لا عن جد سر زواج. انا بقول السر هو لما الاثنين بدهم بعض. هيدي اول شيء، لانه اذا بقول لك مني انا لحالي بكون شوي عم بهيدا، واذا منه لا، لانه مني اكثر، مني اكثر لانه هو بحالي شوي بدك تكوني انت مستوعبه، لانه ستار ولانه عنده كثير مكونات قويه، بقى بدك تكوني انت كمان عارفه عندك ثقتك بحالك وعامله كيانك، عامله حياتك، عامله يعني الاتاتشمنت مش كثير. في شيء قريته من يومين كثير حلو، انه الاتاتشمنت اللي كثير مش منيح، اللي هو التقارب الكثير، انك تعلق بالشخص. ليه؟ لانه بصير عندك اكسبكتيشنز عاليه. يا ريت بتقوليها لكل الاشخاص المتزوجين. ايه لانه بس تعلقي بالشخص بدون ما تحسي بصيري تطلبي منه كثير، وبس تطلبي منه كثير بصيري ديسابوينتد، لانه هو مش رح يقدر يلبي لك كل شيء بتحلمي فيه. طيب جيهان، وقت شخص بيكون ناجح كثير مثل السوبر ستار راغب علامه وحضرتك اللي ناجحه كثير باللاين تبعيتك،
دائما بعرف بيكون في ما بدي اقول سبق معين بس راغب بيكون مهتم كثير، عنده حفلات، عنده كليبات، عنده مهرجانات، عنده ألبومات بده يطلقها، وما بيكون هالقد فاضي لكل الاسئله ولكل اذا بدك الراي اللي رح يعطيك اياه او التدخل او الفيجن اللي رح يعطيك اياها تيساعدك اكثر بتطوير شغلك. هل بتزعلي من هذا الشيء ولا لا؟ كل هول الاسئله اللي عندك اياهم بتلجا لحدا ثاني، بتاخذي راي حدا ثاني وما وبتتركي راغب يهتم بالكارير تبعيته؟ مظبوط. انا بصراحه راغب حدا بس يكون عنده حفله في يومين قبل الحفله، يعني ما انه فاضي تيجي تقول لك حلو هيدا الديزاين ولا لا شو رايك بعمل هيك ولا لا لا ما انه فاضي، بس هي فيها تكون هيك على قعده مهضومه عم نتسلى كذا رواق فيني اساله، بس انه اذا هو بالديلي يعني كل نهار وهيك مضغوط ورايح وجاي وعنده انه ما فيني اوقفه. لا والعكس صحيح، لانك انت كمان سيده ناشطه وبتشتغلي. لا انا حشوله. جيان بدي اسالك ما زال الفقره اسمها عايشين سوا عن راغب سؤال واحد، لانه نحكي دائما نقول سوبر ستار سوبر ستار، بس بدي اشوف نظرتك انت بالعالم كله، يعني مادونا، برينس، مايكل جاكسون، ما حدا انه ذير ستارز سو، بس كانه صار بارت اوف اسمه، يعني ما بقى يعني بتقولي سوبر ستار دغري بتفكري فيه، يعني كانه اتس نيك نيم لإله. لا ابصر اسمه ولا لا ما في نقول سوبر ستار بلا ما نقول ايه، وير از انه بالطبيعه ستار الكلمه ستار از انف، يعني ما حدا بيجي بيزيد super. عليها سوبر تا يعطيها شيء. بدك تشوف مين زادها. ما هيك ما هيدا اللي انا بدي اشوفه عندك، شو رايك؟ هلا انا بشوفه هيك لانه عن جد عنده مسيره طويله، واوقات بحس الكلمه عليه قليله. حياتي يعني شو في سوبرمان 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 جيسي. اليوم حضرتك امراه عم تشتغلي، وبنعرف اجمالا عن الرجل هيك بالشرق شوي ممكن اوقات ياثر على المهنه عند الامراه، هل راغب بحد شوي طموح جيهان ولا لا؟ لا، لانه راغب عن جد هو شجعني. انا لما بلشت افكر بالشغله لانه هو كان حابب، انه كان عمر اولادي 7-8 سنين خالد ولؤي، ووقتها صار يقول لي انه حلو تعملي شيء لإلك. كوني مرت فنان كثير صعبه، يعني واحد بوقتها اني افكر اعمل شيء اخذتني وقت سنة ونص لقدرت طلعت بفكره الجولري اللي انا وهو حبيناها وبلشت فيها. بس اكيد ما فيني اقول انه هو ما حب، لانه اليوم المره ما فيها تشتغل اذا جوزها ما حابب، لانه شو بحاربها او اذا ما عم بيشجعها. هو نوع من الدعم لك. ايه اكيد اكيد، وبيدعمك دائما راغب علامة، والاولاد كمان بيدعموك دائما، يعني كمان اولادي كثير وكثير بيقدروا كل شيء بعمله بالفعل. فعلا يعني. مين بيسال اكثر شيء اسئله، راغب ولا انت بالبيت؟ لا انا ما بسال كثير، ما بحكي كثير. لا طب انا بدي اسالك هالمره ب 60 ثانيه بدي اسالك عدد من الاسئله، بدك تجربي اذا ب 10 ثواني ما جاوبت السؤال ب 60 بدك تسالني. هلا الريكور كان 20 جواب معك، بتخيل جوابين بس جربي. بس ما تقوي الاسئله لجاوب بسرعه بكلمه واحده. تفضل على الكرسي. بعد هيك Here we go. جيهان علامة 60 ثانية، بدك تجاوب على أكبر عدد من الأسئلة بكلمة واحدة، اتفقنا؟ اوكي. جاهزة؟ من الآخر جيهان علامة زوجة راغب علامة أو أم خالد ولؤي؟ الاثنين. بتفضلي راغب يغمر إليسا أو نانسي عجرم؟ يغمر الاثنين. بتفضلي يصير وزير ولا نايب؟ ولا واحدة. حفلة لهيفا وهبة أو مايا ديب؟ الاثنين. الصلح مع احلام ولا لا صلح؟ صلح. سفر ايكونومي ولا بزنس؟ بزنس. تشيب سينيه ولا مش ضروري؟ مش ضروري. لو كان عندك بنت شو بتسميها؟ جيجي. شو اغنية راغب المفضلة عندك؟ اتركني لحالي. من الاخر جمال طبيعي ولا تجميل؟ في شي منه. دليدا عياش او كولات حلانة؟ الاثنين بس بشو؟ سامي جميل او سعد الحريري مع حفظ الله كلهم بجننوا. فولو لنوال الزغبي او مريم فارس؟ بحبهم الاثنين. موديل عربيه ولا اجنبيه مع راغب؟ اجنبيه. ومعك؟ موديل معي؟ لا تلبس المجوهرات. الاثنين. 13 جواب ب 60 ثانيه، ولا برافو.
ما كنت مستنظر هالقد يا ركوع. ولا انا ولا انا أول هيدا التصريح بركي يتصالح مع احلام. اي والله عم بيسعى لهالشي. انا ما بحب العداوه بالدنيا كلها. عدوي لازم يكون صديقي. عم جربت تعملي شيء؟ يعني هني منن قاعدة بس الصحافة عملتن قاعدة بصراحة. طب قولي يا شي لأحلام. يعني أحلام لك شغلة عن جد ست مهضومة وعندها كاركتر وعندها شخصيتها. بس راغب ما في حدا يكسره. ما في حدا يحط راسه. نصيحتي إلها ما بعرف. تحية كثير كبيرة لرغب علي من الآخر ليلى بنت خليفة. بالآخر هل عرفت ليه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة؟ لأنك very sweet ومتفهمة وعاطية من عندك كثير تيكون راغب هيك عنده serenity تي يكفي هالكارير كثير طويلة والمحبوبة لهالقد. ساري الخازن من الآخر. من الآخر إذا راغب سوبر ستار أنت بعيوني ميجا ستار. من الآخر جيسي. من الآخر I love your jewelry و I love the fact إنه هو اللي inspired من الميجر اللي عملتيه اللي هو الانتيريور ديزاين. I just love it. Good luck. راشد بحصلي. شو بدي أحكي عنك؟ من يوم يومك ليدي وكلاس ومرتبي يعني راغب عرف شو اختار. ميرسي يعني بعد انه منه هون بس خلينا كمان نقول انه راغب علامه يعني طبع كل حياتنا من الطفوله من بعدها لهلا بنتمنى له كل التوفيق وإليك كمان حده وبالعيله وبتزوجي. وردك علي. انا بدي اقول لك جيهان بحبك كثير، بحب ستيلك، بحب شياكتك، بحب الكلاس تبعك كثير. واكيد بنوجه له تحيه لراغب ولاولاد الحلوين هالعيله الحلوه اللي عاملينها انت وراغب. بتعقدوا كلكم سوا. ميرسي ميرسي لكم. بدي اقول انه دائما بنشوفه كثير هين نشوف اسمين لامعين بيتزوجوا بعض وبيعملوا علاقه مع بعض، بس بنلاقي كثير صعب انسان يتجوز شخص هالقد مشهور ويقدر فعلا يبني اسمه ويقدر كمان يحقق نجوميه لحاله ونجاحات عديده. بدي اقول لك برافو لكل هالمسيره اللي انت فيها، برافو لانه فعلا اليوم اسمك بعده مربوط اكيد بالسوبر ستار، بس قدرت تخلقي براند خاصه فيك واخذت اذا بدنا كل نجاحها واخذت مركزها، وان شاء الله تضلكم هيك عايشين بكل حب ومبسوطين مع بعض لانه فعلا جو العيله اللي موجوده عندكم ببيت راغب علامه ما بنلاقيها ولا باي بيت ثاني، خاصه وقت الاشخاص بيكونوا هالقد مشهورين. الف مبروك لل 13 سنه وعبال ال 100 وشكرا كثير لانك كنت موجوده معنا الليله. ميرسي لكم. ثانك يو. تابعين من الاخر وهلا بلوجرز. هو صاحب بلوج اسمه Let's Talk About Movies، بدأ كهواية بعد ما تأثر بجده يلي كان بيشاركه حبه الكبير للأفلام، وهيك كانت ولادة هالبلوج يلي بيتناول فيه مواضيع تتعلق بالأفلام السينمية. خلينا نتعرف أكثر على هالبلوج مع صاحبه أنيس ثابت. هاي أنيس، كيفك؟ تمام؟ أهلا وسهلا فيك، تفضل. وقت ينزل فيلم حلو بتصير تقول I'm glad you came. عطول. كم فيلم حلو نزل السنة؟ أخ بينعدوا على الصبية يعني صراحة. مع الوقت عم بيخسروا شوي هيك من تقلون الفلومة ولا لا بعدنا عم نشوف انتاجات حلوة؟ يعني من تقريبا سو بآخر السنة يمكن وقت يصير في أوسكارز وهيك، وهلا مينلي خلال السنة عندك بلوك باسترز، عندك افلام لبنانيه كمان، بس ما في شيء هلا بتحسه على العيار الثقيل مثل ما بيقولوا. طب لتعمل بلوج عن الفلومه مش بس بدك تكون سينيفيل، بدك تقدر تلحق وتحضر ويكون عندك كمان تاريخ كثير كبير او اذا بدك نوعا ما يعني نظره على تاريخ السينما تقدر تقيم كل انتاج جديد وكل صح. عمل جديد. اليوم انت من اي باك جراوند جاي وليش قررت تعمل Let's Talk About Movies؟ هيدا قصه طويله. انا اول شيء جاي من باك جراوند بيولوجي، انا ماني دارس سينما صراحه، بس انه واحد بتشرح
100% يعني واحد كمان ما في يقول انه ما عنده هوايه كمان. انا هوايتي كانت السينما من انا وصغير وبحب السينما وعلى طول كنت انا وجدي انت عملت لي تقديم المقدمه كمان كنت عم تحكي عن جدي هو عرفني على السينما ومشينا فيها يعني بتعرف ليش هو عرفك يعني هو كان بيحضر السينما ولا هو كان هو كان غرامه السينما صراحه أوكي. يعني عم نحكي ما كان ولا منتج ولا ممثل ولا مخرج ما كان منتج بس كان غرامه السينما كان بدك تقول يعني على التقاعد 24 قدام التلفزيون عم بيحضر كلاسيك موفيز عم نحكي ثلاثينات اربعينات خمسينات وبتعرف وقت كنا صغار مع العائلة كان على طول يحب يفرجينا هو شو بيحضر وبتخلص بتاخذها يعني انا بقول شوي كمان فيها شوية بالجينز كان بالجينز كمان بس ما بعرف واحد بياخذ من عائلته كمان شوي. طب انت اليوم بتعلق على الافلام بتعلق على كل نوع الافلام يعني بتعلق على الافلام الغربيه والشرقيه واللبنانيه خاصه؟ اللبنانيه ريسنتلي بلشناها صراحه انا البلوج وقت بلشت ب 2010 كان مينلي على الافلام الامريكانيه والاوروبيه كمان حسب قديش انا بقدر لحق احضر كمان يعني بالنهايه واحد ما في يحضر كل شيء بس انه عم بحضر بدك تقول تقريبا 90% من الافلام عم تنزل بالسينما وانا لحالي بتكون يعني. حقاوي بتكون لطيف ولا بتكون قاسي؟ اتهموني اني قاسي شوي. شو اقسى كومنت حطيته قلته عن فيلم لبناني؟ ما بينحضر. لا اقوى من هيك بكثير ما فينا نقول يمكن على الهواء لا قول على الهواء ما في مشكله. يعني ريسنتلي فيك تقول يمكن في فيلم اسمه ماكس وانتر نزل كنا شوي قاسيين عليه يعني حتى حطمناه تحتيم يعني و شو قلت؟ قلت انه ما بيسوى شيء سرمايه قشره بصله تقريبا هيك لانه بس هيك بتكون عم تاذي مش بس المنتج المخرج كل شخص اشتغل على الفيلم الممثلين يعني في كثير ناس ما ذنبهم هلا ليك يعني نحن صراحه انا سنين قطعت وعم تاذي السينما اللبنانيه لا مالي لا صراحه عم نشجع السينما اللبنانيه تتحسن شوي شوي لانه نحن حسينا مع مرور السنين انه المستوى شوي عم ينزل بالسينما اللبنانيه يعني هيدي عم نحكي بكل صراحه وعم بحكي من شخص بيحب السينما وبيحضر كل جمعه السينما انا ما يمكن يجوا يقولوا لي يمكن انت منك دارس السينما يمكن ما بيحق لك تعطي رايك تكنيكال ستاف بس انا بعتبر حالي اليوم سينيفيل مثل ما انت قلتها وكسينيفيل انا كمان بحق لي اطلع من الفيلم اقول اذا فيلم حلو ولا لا يمكن انت بس رحت تحضر سينما بتطلع بتقول لشخص اللي عم يحضره معك حبيته ما حبيته عم تعطي رايك الفرق بيني وبينك يمكن انه انا عم بنشر رايي على السوشيال ميديا ومع السنين يمكن كسبت هالكريديبيليتي لدرجة إنه يمكن حبيت كمان أحكي شوي عن الفيلم اللبناني. تعلمت تصير أقسى مع الوقت ولا تعلمت تصير خلاص يعني تراعي شعور. حسب الفيلم. الاثنين. يعني حسب الفيلم. جيسي أكتر شخص كان ناطرك تكون موجود معنا اليوم لأنه هي كمان عندها فكرة السينما بألايف وهي كمان سينيفيل. مزبوط وأنا من الأشخاص صراحة اللي بيقرأ على الويب سايت عندك. ولاحظت انه على طول في نيجاتيفيتي مش بس بالسينما اللبنانيه حتى على الافلام الامريكيه أكيد. والاجنبيه على طول في عندك انتقاد يعني البلوج كانه موجه اكثر على الانتقاد بدل ما نكون عم نحكي عن البوزيتيف ثينجز انسايد لا لا بالعكس يعني هي ساعد يمكن هالفتره شوي افلام عاطله عم تكون يعني خصوصا ريسنتلي مامي نزل بالسينما وكان شوي ديسابوينتينج لإلي يعني بس انه عم جرب كمان الاقي الافلام المنيحه بالعكس انا دائما جرب الاقي البوزيتيف بالفيلم كمان بس ثقبت انه هلا ما عم ينزل شيء حلو انا بس يعني امشي معك انه اذا على 90 فيلم او على 100 فيلم انه عاده في 80 ما بيكونوا منيح صح يعني من الطبيعي هل قد الريشو؟ انه اكيد يعني بالسنه عندك ما بيكونوا منيح ولا بيكونوا في افلام لا ما بيكونوا منيح كوميرشلز يعني هو بيكونوا اقل من المنتظر حتى الكوميرشل في هيك وفي هيك يعني هلا انا اخر السنه كل اخر السنه بعمل ليست توب 10 موفيز اوف ذا يير او توب 15 يلي هو اللي بعتبرهم خلص حيضلوا بالذاكره معي بس كل شيء باقي عم بينزل بتنسيه بعد جمعه يمكن سمي لي فيلمين هالسنه عن جد كانوا من الافلام اللي اول 2016 2017 خلينا نقول مثلا يمكن على الاوسكار سيزون القطايت من 3 4 اشهر لفتوا لي نظري مثلا لا لا لاند مون لايت اللي ربح كمان الاوسكار كيف لقيت لاين حبيته مثلا بس هالانتقاد القوي هول حلوين هالانتقاد القوي بصراحه انه بتعتمدوا لانه بتعرف انه نيوز نيجاتيف اتراكتس مور بيبل ولا هيك لانه بطبعك انت بتنتقد انا طبعي هيك طبعي هيك لانه النيوز المنيحه عاده بنقراها بس ما بتبقى في هلا صارت السوشيال ميديا هيك مالي بس عم تعمل رده فعل سلبيه يعني لما واحد بيطلع بيشوف نجمتين وثلاث نجوم على فيلم ما تنسى السينما انترتينمنت كمان بدك تروح تنبسط فيها مش بس تحضر شيء يكون قاسي وهذا هلا
في كثير ناس بتطلعوا بنجمتين بيقولوا يي هذا الفيلم حضر. اكيد بيكون كثير حلو بس هو لانه سوري بعتذر هلا عصيره الديسبشن بدي اسالك صار مؤخرا منع لفيلم وندر وومن ولاسباب في ناس اقتنعت فيها في ناس ابدا ما اقتنعت فيها بتعتبر انه كان مبرر انه يمنعوه هذا الفيلم وكان مبرر انه يحرموا المشاهد اللبناني من هل اذا بدك هالحق بانه يطلع بحريته كمان انا حضرته وبيشجعوا على القرصنه يعني بيقولوا لك انه دبر حالك تجيبه انا اللي بهمني رايك والرقابه يعني انك تقص من الفيلم مثل مولانا او تحط اسود مثل تبع فيليب على تنجي على انت حاضره لانه حطيت كريتيك انا حتى حضرته سابي تحضرني قبل بيوم من ما يمنع لا هلا انا اللي قلته وقتها بوقتها وعم برجع اقوله هلا انه انا مني ضد يمنعوا فيلم مثلا يمكن لسبب هالقد حساس لانه اليوم موضوع اكبر مني كمان انا ما في اجي اعطي رايي فيه وبعرف انه الموضوع كمان حساس شوي واللبنانيه كمان بدنا نراعي شعور الجميع يعني بس الطريقه اللي عملوا فيها يمكن كانت شوي خلينا نقول بشعه لانه من شهر الفيلم قطع الرقابه يعني حرام بحق اللبناني يلي هو عم موزع الفيلم كمان عندك شركه التوزيع عم تخسر مصاري كثير يعني لو من شهر اجوا قالوا لنا مثلا نحن هذا الفيلم ما بدنا ننزله بالسينما كانوا عرفوا حالهم وما كانوا حطوا هالمصاري كلها على الماركتينج لانه اليوم هيك فيلم كبير عم ينحط مصاري كثير كماركتينج مش بس بيلبوردز على الطرقات بعدين ما تنسى بعد شهر رح يصير او شهرين دومين بيبليك هذا اللي علقت عليه كمان لانه بكره تذكرني بعد جمعتين حتشوفه على الطرقات عم ينباع 2000 ليرة ما هيك ريفيو سبعك وين بنقريهم اكثر شيء على البلوج مالي على البلوج كيف وصلوا على امريكا وصلوا امريكا ما يعني ما بعتبر انه عندي فان بيس بامريكا بس انه مالي انا بلبنان يعني العالم صاروا يعرفوني هون من ورا السوشيال ممكن ميديا ممكن لانه اللبنانيين اللي برا لبنان اكثر من اللبنانيين الموجودين هون كمان في برا ايه بتعرف كمان ليه لانه تاثير الموفي كريتيك بلبنان بعده ما وصل للمستوى اللي بياثر فيه برا برا بيقرروا يحضروا او ما يحضروا فيلم على اساس شو قالوا كريتيك يعني. قديش نحن قراب من هالشيء اللي عم نقوله نحن شوي بعاد بس بنفس الوقت انا بعتبر حالي يمكن ما حقول الاول لانه كان في بريس كثير عتيقه بتكتب الجرايد ولا بيعتبرون انا اول بيقولوا انا بيعتبرون انا تلميذهم يمكن بس على السوشيال ميديا ما حدا عملها يمكن مثلي ما انا عملتها سعر الخزن رح انهي معك عندي سؤال هو ريتنجز ان جنرال يعني مثلا عندك اي ام دي بي يلي بيعمل ريتنج كل واحد فوت فبالاخر بيطلعوا ستاتستيك يعني انه مثل ما بنعرف 90% ناس ما عم تشعب مزبوط روتن توميتوز مثلا which is another one عندك كريتكس فانت انه اي بتنصحنا مثلا ان جنرال مش من هالاثنين انه ان جنرال عندك سايت مثلا بتعطي اهميه اكثر وبتنصح الناس غير يورز يعني لا بالعكس انا بعتبر يعني في عالم كثير بياخذوا رايي وبايدوا يعني بايدوا رايي هذا بقدر هالشيء كثير بس بالنهايه انا بقول انه ماني عم بفرض رايي انا بالنهايه بفتح هالدسكشن ما حدا بيفرض رايه 100% يعني. هيدا اهم شيء بس انا اذا بدي نقي لالي شخصيا بفوت على روتن توميتوز لانه بلاقي اكثر عالم يمكن فهماني شو عم تكتب يعني اليوم مش كل واحد بس اقول لك شغله وزياده بروتن توميتوز خاصه في عندك الكريتيك تبع هن وعندك بياخذوا كريتيك العالم اوقات كثير بيكونوا عكس بعضهم يعني بتصير بتقول مين بدي الحق بلحق الببليك ما بلحقهم لالو صح هيدا انت عم بتواجهها بس انا اوقات كثير بحضر فيلم مثلا بيكون عليه نجمتين على خمسه واخر الفيلم بلاحظ انه بيستاهل لانه الدنيا ازواق هلا بالنهايه الدنيا ازواق لا جد انا خفت ما تقول العكس لا ما من الاخر ليلى بن خليفه بالاخر ما بعرف قد ايه رح اتبع رايك في البلوج بس اكيد اذا العالم بتحبك وبتسمع رايك اكيد انه هي شغله ما صارت من اليوم للثاني يعني عم نحكي 7 سنين يعني بدا وقت كمان واحد طيبني هالفن مش رح اسميها فن بس على الكريديبيليتي خلينا نقول شيخ من الاخر انا قريت شوي كتبته وعجبني كثير ولقيتك كول يعني وفي فرق بس بين being critical and criticize and I think you are critical which is a good thing يعني
Good job. هلا نقعتنا ربع ساعة نفتش بالديكسيونير شو جيسي من الآخر. أنيس أنا في سؤال على طول عبالي أسأل كل شخص بينتقد، هل تتأثر بآراء الويب سايتس أو البلوجز التانيين ولا رأيك ما بتعمله بلا ما تقرأ قبل؟ بجرب قد ما فيه، بس إنه الإنترنت موجود وبس تفوتي يمكن تطلع بوجهك بالغلط. بجرب قد ما فيه أتفادى شيء، بس لا رأيي لحالي ما بجرب ما. Good luck. راشد بيك من الآخر. أري لك أنا مناقد لاذع ما في شك وموضوعي. أنت بتقرأ بالكف كمان. وموضوعي وبنفس الوقت ما بتروح السسبنس تبع القصة، بتعطي نقط هيدا أهم شيء. ما بتروح السسبنس القصة، أنا بقرأ لك. ثانك يو. جورج ثانك يو. أنا بنظري كثرة العالم اللي بتقرأ كريتيك عن موفيز بتمشي معها ولا ما بتمشي معها مش مهم، ولكن كثرة هالاطلاع هو دليل ثقافة وخاصة ثقافة السينمائية، وبتمنى إنه تقوى أكتر ويقوى هالتأثير لإلك أو لغيرك لأنه بينفعوا على كل الأصعدة. أنا عندي عشق للسينما وعشق للموفيز، وبتطلع شو عم تكتب أنت ومينلي يعني 90% بيكون رأيي على رأيك، أنا رأيي صعب. شفت كيف بيير؟ أنا بسطنا كثير بوجودك معنا ليلى، خليك عم تكتب، خليك حر بكل كلمة بتكتبها، لأنه هيدا الشيء اللي بيميزك عن غيرك، ولهيك أنت موجود معنا الليلة. ثانك يو سو ماتش لأنه جيت على من الآخر. ثانك يو لإلكم. بريك أخير بحلقتنا، ما تروحوا لمحل، بعد الأجواء رح تولع. من كمبيسكي سامر لاند أنا بوجه لكم تحية كثير كبيرة، أنتم ما تروحوا لمحل، بريك وبنرجع. It's your birthday, and you know we don't give up, 'cause that's your birthday. شوينا لليلة من الكمبينسكي سامرلاند باي، متابعين بي من الاخر، شكرا لكل المشاهدين يلي تابعونا من بدايه السهره يلي بقيوا لهلا، لكل اللي ناموا رح نقول لكم رح تروحوا صوت كثير حلو بتالنتس. دخلت عالم الموسيقى بداية بالعزف على الجيتار لما كان عمرها بس 12 سنة، من بعدها بدأت بالغناء وانضمت لفرقة الحالية اللي بتحمل اسم لل بي اند باند. خلينا نسابق سوا صوت مميز بعالم الموسيقى، باولا ابراهيم. I love this song. For all the times that you rain on my parade, and all the clouds you get in using my name. You think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Thank you so much. بحبها كثير هيدي الغنية. باولا ابراهيم اهلا وسهلا فيك. هاي شو في ما في؟ تابا. You should love yourself. انت بتحبي حالك هالقد ولا ما كثير؟ بتقولي لحالك you should love yourself؟ انه ايه everyone should love themselves. بس بطريقة مش كثير ميكرو رح يوقع. ولا يهمك. كيف بتعرفي عن ستيلك بالغنى؟ انا بغني pop rock
لك ريغي اند فانك وقويت الجاز شوي شو بدك كيف what do you mean exactly صوتك حلو باولا اليوم ليه بعد ما شفنا ألبوم ليه ما شفناك اليوم عم بتشاركي ب let's say the voice او غيره ليه بعد ما شفناك يعني هيدي الموهبه اللي عندك اياها بنشوفك ببعض الاماكن ببعض المحلات ببرايفت ايفنتس عم بتغني وعم تبهرينا فعلا على المسرح بس يوم لما بنشوفك برات هيدي الباند عم بتعملي خطوه اكبر من هيك ما هيدا ذاتس وات ام جوينت دو هيدا الشيء اللي عم بشتغل عليه هلا ان ماي سونجز ماي اوريجينلز بياخذوا وقت لانه انا عم بكتبهم سو ات تيكس تايم فعم باخذ وقت فيها بس الانتربريت وقتها هو بيكتب غنيته بيقدر يشعر اكثر وبيعرف انه هالغنيه بتنجح اكثر ولا بيكتبها هو بيكون مكتفي فيها بس مش عارف قديش حدوده لا اتس جود انه هو يكتبها يعني سيلف ساتسفاكشن ولا كمان بيكتبها بطريقه انه هالغنيه تتوصل هلا اتس سيلف ساتسفاكشن بس كمان الطريقه اللي بيعملها بدها تكون شوي انه تبيع بدك تبيع بس بيع. انا اونستلي انه بفضل انه تكون انه انا عملتها مثل ما انا بحبها وانا عم بحس فيها انت على شو بترتكز اليوم حتى تنتشر حتى توصلي هذا المساج حتى العالم تتعرف عليك سوشيال ميديا حفلات شو اكثر شيء سوشيال ميديا مينلي بشوفوني ببابس او ايت بايفنتس بويدنجز مين سامع باولا قبل مره اكيد انا وانا بحضرها باولا واو انا بعرفها من كثير زمان لباولا باولا اكيد راشد وين سمعها ميوزيك هول وين سمعتي يا رولا بالساكس غير الساكس باولا ما بتحسي واكيد بتعرفي انه بس واحد ينقي يغني بالاجنبي بالانجليزي بالتلياني بحد من الامبيشن تبعه من الطموح بس يكون بلبنان وصاروا كلهم مجبورين يا يروحوا يشاركوا ببرامج برا يا يتكلوا على السوشيال ميديا تي يوصلوا على هالانطلاقه او على هالنجوميه اللي سالك عنها بيير بالاول معك حق بس انا بحس انه وقت واحد حيا اللغه غنيها اذا عملها انه باحساس ووصلها للعالم سو اتس ذس از ذا موست امبورتنت باولا في شغله انه انت غنيتي مثل ما قال جورج هلا غنيتي بالميوزيك هول طب عندك بالميوزيك هول بلال وعندك شحادي براذرز وعندك هذول طاروا انت شو بعدك ليش بعدك وير هولدينج يور هورسز ما عم لك غني عربي بس واي دو يو سينج بتغني هالاغاني السوفت ما بتطلع شيء بحرك هلا رح تشوف شيء بحرك اوكي خلص بس لا اتس نوت اباوت ذس اتس انه نو نو عم بيحكي بالكارير طريق. ايه اخذتيها اليوم اخذتيها اليوم الغنى اخذتيها اليوم كهوايه ولا اخذتيها كمهنه ولا اخذتيها لهدف بدك توصل لمحل معين هي عم تشتغل عليه بلشت هوايه صارت مهنه وهلا بدي اوصل لانه اعمل عم بقول لك عم بشتغل على ماي سونجز سو هيدا هدفي يعني باولا سؤالي كثير براتيك بتقدري تعيشي من مهنتك اليوم كمغنيه؟ لانه كثير صعب الفن جنرالي في العالم العربي لما واحد ما بيعمل تي في ما بيشهر حاله كثير عبر التي في خاصة الانجلش خاصة ايه خاصة بالانجليزي في بلد عربي بتقدري تعيشي من مهنتك ولا عندك مهنه ثانيه اون باراليل؟ كان عندي مهنة تانية بس تركتها تفوكس على هالمهنة لأنه بحبها كتير برافو وبدي مليون لا اكشلي انه هيدي المهنة منا ستابل بس خلص انا فايتة فيها يعني انا I would agree with you يعني اغلب الارتست يلي ببلشوا عن جد ما بيفكروا بالشهرة كبزنس ستراتيجي وبيكونوا انه عم نقول هلا انه الواحد لازم يغني عربي تينشهر بس انه يمكن هي ما بتحب دونك الشهره ما بتصير الجول وشو ما كان لازم واحد يعمل تيوصل على الشهره بس بيس على هيدا السؤال شو اذا هلا لازم انت تعطي الدريم ستراتيجي انه كيف بتشوفي انت هلا ستيب باي ستيب ذا دريم باث تتوصلي للي انت بتحلمي فيه نقصة كيف يعني انت شو بتقولي بتقولي انا لازم اعمل غنيه بتضرب هاي اللي رح توصلني ولا لازم شارك ببرنامج معقول هذا البرنامج يوصلني شو الترامبلين لتوصل للنجوميه ثانكس بالنسبه لإلي لا اعمل اغنيه انا يلي بمثلوني هيك بوصل سو بغنيه واحده اذا هيدي لفتت الانظار لحالها بتوصل كيف اليوم غنيه بتنجع ات جوز فايرل يعني على شو بتتكلي انه مينلي على الغنيه اول شيء تكون حلوه غير السوشيال ميديا بده يكون عندك البروديوسرز وتبعك اند ايفرثينج بس انا برايي السوشيال ميديا هلا از لايك انه عم يوصل كل شيء ثرو سوشيال ميديا شو بدنا نسمع منك بعد شوي؟ شيب اوف يو شيب اوف يو؟ بنكمل حديثنا؟ اوكي تفضلي
place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over, start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Take my hand, stop by the man on a jukebox, and then we start to dance. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and in my bed she smelled like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of one weekend. We let the story begin. We're going out on our first day. You and me are thrifty, so go away. And I feel up my back and I feel up the bay. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. Leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Said, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. You were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. رائعة 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 الأغنية. من الآخر ليلى بن خليفة. من الآخر بقول لك باولا أنا I can't wait to listen to one of your songs. أنت ما بعرف إذا بتكتبي ولا في حدا بيكتب لك أغنية ولا شيء، بس بدي أشوف أغنية منك وبسمع شيء منك. تأفهم ستايلك الخاص. The next season. Hopefully. إن شاء الله. سأل الخازن من الآخر. You're a great artist. I love your voice and كل شيء الإحساس وكل شيء. بس بدي أقعد معك شي نهار تعطيني 5-year plan. Okay. شوية. جيسي خوري. من الآخر باولا أنا بعرفك من كتير زمان، من أنت وكتير صغيرة شغلة يمكن العالم ما بيعرفوها، بتغني وعندك تالنت بتسطل. بعرفها من أيام المدرسة. من هالقد صغير لا، بس عنا common friends. وعن جد ما بعرفها غير بتغني. كنتم بنفس المدرسة يعني، كنت معلمة مدرسة وكان تلميذة. شو لطيف. مانك لطيف بيير هلا. بدي تو يا عمي يا عمي. ما تنسوش بقى جاي. So عندك صوت بعقد وبعرف رح يكون عندك كارير بتسطل. عامل من بعد ما تقعدي مع ساري يو ويل اتشيف. اي انا ذا بيست لانه بهال. ليش بتحصلي؟ كنتوا بنفس المدرسة؟ لا ما كنا، يمكن كنت عم علمها بالغلط ما بعرف. بس حبيبتي صوتك كثير حلو، والحلو فيك انك منك يور نوت كوميرشال ويو لاف ارت فور ارت سيك. برافو عليكي. This is the true genuine artist. جورج حرب. غير انه صوتك سوبر حلو، ولاحظت انه مثل كلنا مقهورين انه ليش بعد ما صار في شيء خلص كبير واخذينا شخصيه. فبتمنى لك جود لك. ونحن هون تندعمك يعني. باولا. باولا انا اللي بحب فيكي غير اكيد صوتك والبريزنس اللي بتعطيها على المسرح، هو الستايل الخاص اللي فيكي. بين عمرك دوز تراز يعني، حتى بتكوني عم تغني بالبابز وبالنايت كلوبز وهيك بتحسوا هيك شي بنت صغيره من هيك. انا المعلمه طلعت يعني عم قاعده عم بتغني يعني، بعدك هيدا الستايل شوي هيك انسنت جيرلش. ايه الانسنت
بس I love it on you, يعني it's part of your character. وأنا كمان بالنهاية بدي أقول لك إنه فعلاً صوتك رائع باولا، وين ما بتكوني موجودة، حيالا إيفنت كنت موجودة، حيالا محل حضرناكي، دائماً بنستمتع بصوتك ودائماً بنقول إنه يا ريت بتضلك على المسرح، لأن طالما أنت موجودة طالما دائماً في positive vibes والكل مبسوطين. Thanks. وين في وين في العالم اليوم إذا بدهم يحضروك، لأن نحن عم نحكي هيك إنه بنحضرك وكل شيء، بس العالم وين بيحضروك؟ أوكي تيعرفوا وين عم نكون نحن performing. فيهم يعملوا لايك للفيسبوك بيج باولا للبي تيتابعوا اخبارنا او انستغرام كمان باولا ابراهيم. بس مينلي هلا نحن عم نعمل ايفنتس اند ويدينجز. ايفنتس اند ويدينجز مع الفرقه. بنشكركم كلكم. بتعرفين على عيون كريس على الدرمز، راني على البيس، الين على الجيتار. وانت رح تنضمي لالون لتسمعينا اخر اغنيه بنهايه الحلقه. بدي اتشكر كل المشاهدين اللي تابعونا من اول حلقه لهلا، الجمهور الموجود معنا شكرا كثير لكم، كل الاشخاص اللي ساهموا على نجاح هول الحلقات من الاخر، ساري الخازن لديكور الاستوديو شكرا كثير لك، فوزي مشلب لتصميم وتنفيذ هذا الديكور، نصيب ماضي للاضاءه، وماريو ماتا مع كل اكيبتك شكرا كثير للاضاءه، سعيد فرانسيس رمزي اصبهان لو ما منكم ما كنا اليوم موجودين عم نعمل هذا الشو هون بقلب الكمبسكي سامرلاند. بالنهايه بدي اتشكر مخرج كاميل طانيوس، محمد دنكر البروديوسر، محمد شمس، ديما جمال، ديانا وهبي وباتريسا صائر وكل طاقم عمل استوديو فيزيون، وليد عبود حيشة هيس اللي بايديك شايفك، جاد جميل شكرا للبار وشكرا للجميع. باولا رح انهي معك، تصبح على خير.